كل إشراقة شمس يبدأ يوم جديد، نطل عليكم من بيتنا الصغير استوديو صباح النور في بيروت، الذي نأمل أن يضم إلى أسرته كل مشاهد عربي أينما كان. مواضيع اجتماعية واقتصادية وصحية وفنية بانتظارنا اليوم الخميس 4 أكتوبر. نتابع التفاصيل سويا. البداية من عمان ودار الأوبرا السلطانية، جسور بين الثقافات، أطعمة لتعويض نقص الحديد في الجسم في رشة صحة. في أحداث ونشاطات مسرحية مملكة الجرادين، فن يمثل الواقع. وفي خبر اليوم، علامة صفر تطرد معلمة. وإلى كوبنهاجن وتقرير عن فيلم طعم الإسمنت. أحدث الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج صباح النور. ومع الناس نشاط رياضي توعوي بعنوان لنركض معا ضد الاكتئاب والانتحار. صباح النور مشاهدينا، ونقول صباح النور للشيف فؤاد شرف. صباح النور إلي الشرف، كن معك لليوم الثاني على التوالي. تسلام. وفي يوم ثالث كمان غدا. شو عنا اليوم؟ اليوم رح نحضر سلطة شرائح اللحمة المدخنة مع صلصة التونة اللي نحن بنقلها تونة دا سلاد، اللي هو التون حينطحن مع كذا نوع لحتى تصير صلصة سميكة وتتقدم مع عيد السلطة. رح نحضر كمان تارت بكيك الجوز. نعم. رح تكون عجينة التارت مخبوز بقلبها كيك الجوز. ما في جوز هند اليوم؟ ما في جوز. في جوز؟ في جوز بس هند بالبيت عم تحضرنا. طيب نحن بالانتظار. شكرا لك شيف فؤاد. صباح النور وعد. صباح النور توني، كيفك؟ وعد اليوم نظرتها ثاقبة. هي بالعكس للأسف. حلوين. لأنه لبقين. لأنه عيون الشاي تعبانين. سلامة عيونك، بس كمان حلوين النظارات. بتعرفي نحن بأكتوبر، وأكتوبر هو الشهر المخصص للتوعية تجاه مرض سرطان الثدي. تحياتنا وتعاطفنا مع كل المرضى في هذا النوع من السرطان. بس بتعرفي بلبنان عم بتضج وسائل التواصل الاجتماعي بخبر ميشيل حجل، وصيفة ملكة جمال لبنان سابقا، اللي تحلت بالعزيمة وهيك فتحت عبر الانترنت طلب بتجميع مصاري. نعم. تجميع فلوس، حملة تبرع عم تلاقي رواج كتير كبير مثل ما ذكرت. ومشال هي الشابة هيك بمقتبل العمر، هي شابة كانت أيضا وما زالت أكيد جميلة، وكانت معروفة بمشاركتها بمسابقة جمال. صحيح. فسرطان للأسف منه بعيد عن حدا، هذا تذكير. يمكن التعاطف يلي لقته قضية ميشال هو غير طبعا نشاطها هي وجرأتها وعزيمتها. صحيح. لأخذ المبادرة وعدم الاستثناء، ولكن أيضا لأنه هيك رمز الشباب الصحي اللي عادة بتكون بعيد عن أمراض السرطان. وأهمية هذا الشهر هو للتوعية والدعوة إلى الفحص المبكر، يلي بيكون دائما التشخيص المبكر له دور كتير أساسي بالشفاء. صحيح. من هذا المرض مثل ما عم نشوف بالصورة، يعني fight with Michelle هو الهاشتاج، وجمعت حتى الساعة ما يقارب 200,000 حتى توصل لهدفها 740,000 تتعالج. صحيح. تتعالج بالولايات المتحدة. ومثل ما قلت عزيمتها ملهمة لكل مثيلتها المصابات بمرض السرطان. سلامة كل المشاهدين ومشاهدينا. يعني لاحظنا من خلال Fight with Michelle أهمية وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف سامية أيضا. طيب بما أنه فتحنا الموضوع توني، ما فينا ما نذكر ميشيل مضطرة أنها تلجأ إلى علاج خارج لبنان غير متوفر بلبنان أو بالدول العربية القريبة. صحيح. مع أنه العلاجات، يعني هي تعاني من مرض وحالة نادرة جدا من السرطان، العلاجات المتوفرة ببلداننا العربية في لبنان متقدمة جدا، والكادر الطبي أيضا كفوق جدا، ولكن للأسف في تقصير حكومي. مثلا عنا بلبنان مش من زمان، الأسبوع الماضي فقط قبل حملة الدواء اللي عم تشارك فيها وزارة الصحة كان في تهويل في الأعلام عن نقص في دواء السرطان. نعم. يعني حتى للي قادر يتكفل فيه، ومثل حالة ميشيل الدولة ما قادرة تتكفل يعني فيها. يعني كأنه المشكلة مش بتوفر الكادر الطبي بل بالتنظيم. أكيد. الذي يعني يغيب شأن العديد من القضايا الإنسانية
والاجتماعية والاقتصادية صح. والسياسية وخصوصا لما يطال الإنسان ضروري نضوي عليه أكيد. مشاهدينا يعني كل هالقضايا اللي بنتناولها بصباح النور بتهمنا آراءكم فيها عبر زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر الآن أسفل الشاشة، كما ندعوكم لتحميل تطبيق التلفزيون العربية على هواتفكم الذكية لمتابعة كل برامجنا. أما الآن البداية كالعادة مع الأخبار والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية مع الزميلة سارة خان ومع الخبر. صباح النور طوني وصباح النور وعاد. مصبح عليكم متأخر اليوم. اي مصبح عليكم متأخر شوي اليوم بس انت معنا الحمد لله ولو بالسياسة. يعطيك العافية. صباح النور مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكدت السلطات التركية أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول ولا يزال متواجدا فيها، لكن مسؤولا سعوديا نفى أن يكون خاشقجي في القنصلية. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطاتنا المعنية على اتصال مع نظيرتها السعودية وتتفاوض معها أملا أن تحل القضية بهدوء. وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع ما أثير عن اختفاء خاشقجي وتسعى للحصول على معلومات بشأن تلك المسألة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية فعالة، مضيفا أنه لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة. ولفت في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوتين مع المستشار النمساوي زباستيان كورتس إلى أنه ليس هناك توقعات بأعمال عسكرية واسعة النطاق في إدلب، ولدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا، والعمل العسكري من أجل العمل العسكري غير ضروري. كما أكد أن بلاده ترى آفاقا لتنشيط العملية السياسية. حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية التهديدات التي تواجهها بعثات الولايات المتحدة في العراق، وقال أن بلاده تعمل على إنهاء معاهدة صداقة مع طهران التي أصبحت هدفا لعقوبات أمريكية متزايدة بسبب برنامجها الصاروخي. ولفت بومبيو خلال حديث للصحفيين بعد أيام من إعلانه إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة إلى أن إيران هي مصدر التهديد الحالي للأمريكيين في العراق. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستغلق قنصليتها في البصرة وستنقل الموظفين الدبلوماسيين المعنيين هناك في أعقاب تهديدات متزايدة من إيران ومن ميليشيات تدعمها إيران تتضمن احتمال إطلاق صواريخ. بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة لإسرائيل، ويشمل جدول أعمال مباحثاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طموحات إيران النووية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم يدلي أي من ميركل أو نتنياهو بتصريحات بعد وصولها إلى القدس. ومن المقرر أن يعقد مباحثات بعد تناول العشاء في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء، لكن معظم النشاطات ستجري اليوم الخميس. اتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية بأنها وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية كان الغرض منها تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال نشر حالة من البلبلة في كل المجالات. ووصف تقييم بريطاني استند إلى عمل المركز الوطني للأمن الإلكتروني المخابرات العسكرية الروسية GRU بأنها معتد إلكتروني خبيث يستخدم شبكة من المتسللين لبث الفرقة في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الهجمات التي عملت عليها المخابرات الروسية هي هجمات باد رابت الإلكترونية وأخرى تعرضت لها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وغيرها. خبرنا الأخير من لبنان، حيث كشف النقاب في بيروت عن نسخة من تمثال لمسدس معقود أصبح رمزا للسلام بالقرب من فندق هوليدي المدمر منذ الحرب الأهلية. وتمثاله الأصلي هو للفنان السويدي كارل فريدريك رويترزوود، تحية لنجم فريق البيتلز الغنائي جون لينون بعد أن قتل رميا بالرصاص في نيويورك في العام 1980.
ووضعت خارج مبنى الأمم المتحدة في منهاتن بنيويورك، فيما صنعت مؤسسة مشروع اللاعنف نسخا منها ووضعتها في مدن بجميع أنحاء العالم. يعتبر فندق الهوليدي إن آخر المباني التي لا تزال صورة الحرب ماثلة فيها، إذ تعيد واجهته المدمرة إلى الأذهان ويلات الحرب الأهلية التي مزقت المدينة في يوم من الأيام بين العامين 1975 و1990. يعني أكيد مثل ما ذكرت قصة هذا تمثال اللاعنف، أكيد في من وراء رسالة سامية لا عنفية، ولكن تحديدا أيضا بالمنطقة اللي وضع فيها التمثال في شواهد كتير من الواقع ومن التاريخ بتذكرنا بنتائج العنف وحالة يعني يلي ممكن نرتقي لها من اللاعنف. العنف ما بيكون دايما بسلاح للأسف، ممكن يكون مرات سلاح داخلي فينا بذهنيتنا يمكن طائفيتنا بقصص كتيرة، ولكن من الجيد أن يكون في عنا تمثال. تعرف وعد أول ما جيت على بيروت في الأول كنت مستغربة أنه في مباني، لماذا هناك مباني لسه بتظهر عليها أثار الحرب، ولكن بعد فترة وفي جنبها على طول مباني حديثة جدا ويعني بتقول العكس. بعدين فهمت أنه فيها رسالة أنه ما لازم ننسى القديم وسببه أثاره بتكون ظاهرة قدامنا، وده اللي احنا على الأغلب بتكون خلافات عقارية يعني صحيح أكثر من أنه تأتينا فعلا ما في رسالة، ولكن يعني هي بحد ذاتها يعني مثل ما أجت الواقعة فيها رسالتين كتير متناقضتين، أنه نحن كتير بنعرف نعمر وللأسف أيضا الإنسان قادر أنه يدمر، فهون العقل يلي بيختار. بس بتعرفوا في رسالة أنا عبالي وديها، لأنه ضمن الحركة اللاعنفية ذاتها يلي دشنت هالتمثال امبارح كرموا كمان المهاتما غاندي، وهو بيقول انه قوة الحب اقوى من قوة الخوف الاتي من العقاب. جميل. يعني الحب هو الذي ينتصر في النهاية. جميل. ننتقل الان الى عناوين الصحف. اذا مشاهدينا ننتقل الان الى بعض عناوين الصحف الصادرة لليوم، ونبدا مع القدس العربي. وفيها بعد عام من قولها ان فوز منتخب اسرائيل هو اصبع في عين ابو ظبي، وزيرة الثقافة الإسرائيلية ستزور الإمارات على رأس وفد رياضي. وإلى صحيفة الحياة التي عنونت حول الملف السوري وقالت موسكو لخروج القوات الأمريكية من سوريا، وواشنطن وبرلين تستعجلان الحل السياسي. من الكويت اخترنا صحيفة الجريدة وفي عناوينها مشروع حكومي بديل للتقاعد المبكر، مجلس الوزراء كلف الحجرف بناء على طلبه اتخاذ اللازم ومعالجة المثالب الدستورية. صحيفة الزمان العراقية مشاهدين بدورها تابعت التطورات السياسية المحلية وعنونت برهم صالح يعد أمير الكويت بزيارته قريبا، عبد المهدي يتشاور مع العبادي والأحزاب ترسل مرشحيها للحقائب الوزارية. أما صحيفة الرأي القطرية فعنونت حول جولة أمير دولة قطر الخارجية وعنونت صاحب السمو يعزز العلاقات مع بيرو والباراغواي. إلى صحيفة النصر الجزائرية التي قالت الشرطة تنفي تورط أي ضابط في عمليات التهريب، تحقيقات في ملفات تبييض أموال المخدرات. ونختم جولتنا كالعادة مع صحيفة العربي الجديد، وجاء في عناوينها الرئيسة محاولات انقلابية جديدة في عدن، وفي صورة الغلاف سوريا معادلة S-300. أما في زاوية الحدث محكمة لاهاي تطلب وقف العقوبات الإنسانية ضد طهران. وفي كاريكاتور اليوم بعنوان عالم عربي للفنان عماد حجاج. مشاهدينا كان هذا ختام وقفتنا السياسية الأولى لليوم، موعدنا معكم يتجدد على رأس الساعة. أما الآن فعودة إلى الزملاء ليباشروا بتقديم فقرات صباح النور. شكرا لك يا سارة، وبانتظارك على رأس الساعة. شكرا توني. إلى سلطنة عمان
حيث تعد دار الأوبرا السلطانية واحدة من أهم دور الأوبرا في العالم العربي، وهي تعتبر مركزا ثقافيا مهما يستضيف سنويا عددا بارزا من العروض. لاقت أو استقبلت الفنانين العرب بالإضافة إلى أشهر الفرق الموسيقية الكلاسيكية والعروض المسرحية الغنائية العالمية. لمعرفة المزيد عن دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان نتابع هذا التقرير مع وهيبة بوحليس. على مساحة 80,000 متر وفي قلب العاصمة مسقط، شيدت دار الأوبرا السلطانية التي تتكون من 8 طوابق بهندسة معمارية تحاكي الفن العماني، وبذلك أصبحت أهم صرح خليجي وعربي شيد لعشاق المعزوفات العالمية. عند أول خطوة يخطوها الزائر لهذه الدار سيحس حتما بعظمة المكان وفخامته، فكل شيء هنا يروي لنا قصة ألحان أشهر الفرق العالمية أو أشعار أشهر الكتاب العرب الذين لحنت كلماتهم لتصبح تراثا طربيا أصيلا. اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. الزخارف المغولية والهندية والعربية مرسومة بتناغم على الأجزاء الخشبية من المبنى، ولا يقابل هذا الإبداع إلا جمال الثريات والفوانيس المعلقة. وهكذا يكون الحوار الحضاري بين موسيقى الشرق والغرب التي تعزف على مسرح الدار السلطانية. الطابق العلوي عرض لآلات موسيقية وترية وأخرى نفخية لحضارات مختلفة، فبعضها يعود تاريخ صنعها لأكثر من 100 عام. تضم الدار أيضاً مركزاً للتسوق، فيه محلات لبيع التحف والهدايا والعطورات بالإضافة إلى المطاعم الفخمة. قاعة المسرح تستوعب أكثر من 1000 شخص، أما كراسي القاعة فيزينها لون الفخامة المخملية. فهنا عرضت أوبرات روميو وجولييت الكلاسيكية وأوبرات دون جيوفاني الشهيرة، وهنا أيضا غنى أشهر المطربين العرب كماجد الرومي وكاظم الساهر. ليست فقط دارا للأوبرا، بل هي أيضا معلم سياحي يشد انتباه الزائرين والعابرين لمدينة مسقط بسبب عظمة المبنى الذي يروي قصة عشق أهل عمان وحكامهم للفن والثقافة وأيضا الموسيقى. لبرنامج صباح النور كانت معكم وهيبة بوحليس من عاصمة عمان مسقط. هاي يعني هيك أخذنا أول فسحة ثقافية فنية راقية وإيجابية، وأخذت فكرة كرميل زيارتك الجاية على سلطنة عمان. عرفت أنه عندك مشوار. بتعرفي هو حتى الدار هي أول دار أوبرا بالخليج العربي. حلو تشوفي هالقد رقي بفنوننا، الفنون
العربية. مثل ما قالت وهيبة، هو دليل على مدى تذوق هذا الشعب الراقي للفنون والثقافة. نعم. خلينا نبقى بعالم الفنون وإلى أبي الفنون المسرح. صحيح. سنتحدث عن مسرحية جديدة، صحيح؟ صحيح، عن مسرحية جديدة تضاف إلى أعماله تحت عنوان مملكة الجرادين. يعني فيها حرية، فيها جنون. فيها جنون وفيها انعكاس للواقع على ما يبدو. يعني قد يكون الاسم غريبا ويوحي بالعديد من الأفكار، ولكن مخرج أو مخرج هذه المسرحية اختار هذا الاسم ليضوي على أزمة يعاني منها مجتمعنا. لمعرفة كافة التفاصيل عن هذه المسرحية نستقبل معنا في استوديو صباح النور المخرج المسرحي الفلسطيني عوض عوض ضمن فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور. يعني الاسم صادم، العنوان صادم، مملكة الجرادين. قصدت يكون صادم، وماذا يعني هذا العنوان؟ هي المسرحية كلها كانت صدمة، لأنه المسرحية بتحكي عن مجموعة أشخاص قرروا يهربوا من حياتهم البشرية ويصيروا جرادين. فالموضوع بحد ذاته هو كان صدمة. طيب، مملكة الجرادين قديش أيضا الاسم بيحمل رسالة مبطنة كتير قوية، وشو معنى تحصلنا أنت لو سمحت؟ هي رسالة واضحة مش مبطنة، أنه نحن كشعب صرنا عايشين مثل الجرادين، ما عنا حقوق، عايشين بين الزبالة، عايشين مع التلوث، البحر ملوث، محاوطين بالتلوث، محاوطين بالزبالة، محاوطين مثل الجردون يلي قاعد بالمجارير. وما في عنده أي نوع من المقومات البشرية، ولهالسبب نحن هون. الأشخاص يلي قرروا يصيروا جرادين هن أشخاص قرروا يهربوا من هذا الواقع يلي هن عايشينه كبشر وينتقلوا. يهربوا ويتأقلموا. هو هرب لأنه التأقلم، يعني نحن قبلنا نضلنا بهذا الواقع، فلاقوا أنه إذا بيضلوا كبشر عايشين ما مناسبتهم. يعني البشر ما قادرين يتأقلموا مع روايح الزبالة، ما قادرين يتأقلموا مع المي الملوثة، مع البحر الملوث، مع كل هيدول الأشياء. فالجرادين قادرة تتكيف وتعيش بشكل أحلى بهذه الظروف. فقرروا إذا بنصير جرادين الزبالة بتناسبنا، لأنه منلاقي أكل أكتر، العيش بين كل هالظروف المناخية اللي ما بتناسب البشر بتناسب الجرادين، فبيكون واقعهم مناسب لألهم أكتر. يعني عم بتضوّوا على مسألة النفايات، مشكلة النفايات يلي للأسف حكومتنا بعد ما لقت لها حل. بس حتى الديكور، حتى الأجواء بالمسرح كانت صادمة. يعني أنا عرفت أنه بالبداية ضيفتوا المتفرجين أكياس نفايات، وبالآخر عبوا استمارة، صح، بأنه هن بيتخلوا عن هويتهم كبشر. تقبلوا هالمتفرجين، تقبلوا هالجو منكم؟ يعني كأنكم شوي اقتحمتوا خصوصياتهم البشرية. يعني نحن بمحل معين من المسرحية بيتوزع استمارات على كل الجمهور. الاستمارة بتقول أنا الموقع أدناه أتخلى عن حقوقي البشرية لأصبح جرفا يعيش بين النفايات وإلى آخره وإلى آخره. يعني وقعوا عليها كلهم؟ هلأ نحن ما بنرجع بناخدها منهم. بس الفكرة كانت أنه نقول لهم للناس، إذا أنتوا قبلانين تضلكم بهالواقع فأنتوا عم بتطبعوا على هالواقع. يعني أنتوا عم ترفضوه. إذا ما تحركتوا، إذا ما انتفضتوا، أنتوا عم تقبلوا بهذا الواقع. حلو، يعني النية صافية. لا، إحنا ما كان قصدنا نهين أي حدا، بس كان قصدنا ندفش الناس لحتى يفيقوا. ودائما الدفشة للصحوة بدها صدمة. صحيح صحيح. عوض، إخراجيا يعني تنفيذ هيك عمل بكياس زبالة، بأشخاص عم بيقولوا بدهم يكونوا جرادين، وتوجه إلى جمهور معني بهذه القضية، قديش بيكون سهل أو صعب؟ يعني بالمنظر من بعيد بيوحي بفوضى عارمة، ولكن هذه الفوضى منظمة ومخطط لها، فقدي هذا الشيء دقيق، بيتطلب دقة ومجهود أو لا بالعكس؟
بفتكر انه المشهد المشهديه تبع المسرحيه منا بعيده عن عيوننا، لانه ما في يعني ما بنقطع من صيدا لبيروت الا ما بنشوف هيدا المنظر على الطريق بشي محل، من بيروت على صور، من بيروت على الشمال. يعني كيف ما قطعنا بلبنان بنلاقي انه في كوام زباله مكومه على الطريق، ف انه نجيبهم ونحطهم على المسرح منا يعني منا بعيده عن عيننا كمتفرجين، لانه نحن شايفينها كل الوقت، كوام الزباله بالبحر وعلى الطريق وبالجبل، ويعني ما انه شيء جديد على عيننا ابدا. وانتم يعني قصدتوا انه ممثلينكم يكونوا مبتدئين يعني وناس منا وفينا، قصدتوا هالشيء او هو مبدئيا المسرحيه العرض الاول لها كان بافتتاح مهرجان مشكال بمسرح المدينه، وكل سنه على افتتاح المهرجان يلي انا كمان بنظمه بعمل ورشه عمل بالمسرح يلي بننقي موضوع بدنا نحكي عنه، والسنه المهرجان كان تحت عنوان بدها نفضه بيحكي عن الزباله، وديكور المهرجان كله كان عباره عن اشباك صيادين سمك وكلها بقلبها زباله، يعني السقف تبع المسرح المدينه كله كان شباك سمك فيها زباله، وهذا كان رساله لانه السنه ما حدا قدر ينزل على البحر. نقينا موضوع النفايات وموضوع الفساد 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 بالسياسه بالاخلاق بالجو بكل نواحي الفساد والتلوث. بس مش عم تكونوا شوي سلبيين اكثر من اللزوم؟ اذا شايف انت انه في ايجابيه لحتى ما نكون سلبيين يعني فرجيني اياها. لا، ايام السلبي بجر السلبي، يعني حلو نضوي على نواحي ايجابيه، بفتح العين لحتى نتوجه نحو الايجابيه، لانه يعني نقدكم بناء. طبعا ان شاء الله يكون نقدنا بناء، لانه بفتكر انه شغله الفن بالحياه مش انه نطرح حلول، شغله الفن انه نضوي على المشاكل الموجوده، ندفش الناس يشوفوا اشياء منا شايفينها، والناس هي اللي لازم تتصرف. يعني انا كمخرج ما بقدر اقوم غير طبقه سياسيه، ولا بقدر اقوم نظف البحر لوحدي، بس ولا يمكن عندكم صلاحيات الاصلاح قد ما عندكم القدره على القاء الضوء على المشكله مثل ما ذكرت. يمكن بنقدر نقيس الامور اكثر بمدى اقبال الجمهور وتفاعلهم، وايضا الفريق المشارك، فريق التمثيل، يعني كيف عم بتكون تجاوب مع الفكره؟ الجمهور كثير كان عنده إقبال على المسرحية، خاصة أنه على افتتاح مهرجان، فتقريبا المسرح كان أوفر مليان، وبعدين مترو المدينة رجعوا عزمونا لنعرض عرضين، يعني عرضنا عرضين بمترو المدينة، ونحن حيالله حدا بيرجع بيعزمنا لنعرض المسرحية، نحن رايحين لنعرض المسرحية وين ما كان، لأنه بفتكر أنه موضوع المسرحية هلأ كثير مهم، وكثير ناس لازم تشوفها، لانه فعليا بتفتح العين على اشياء ما كثير. بس انتم كمان عندكم كوميديا سوداء فيها، فيها أكيد سخريه كثير، هزليه، المسرحيه هزليه. ايه صحيح صحيح، لانه في كثير من الناس بيرفضوا يروحوا يشوفوا واقعهم على المسرح، يعني بيروحوا على المسرح كنوع من الهروب للواقع السلبي اللي عم بيشوفوه يوميا، اذا شافوه بطريقه مختلفه، بطريقه ساخره، اذا ضحكوا شوي عليه، هون تويست مثل ما بيقولوا، هون الاختلاف يلي عليكم انتم تعملوه. هو الحلو بالكوميديا انك انت بتكون عم تضحك على وجعك، وهيدا الشيء هو يلي بخليك انك بعدين تفكر انه انا هيدا الشخص يلي كانوا عم يتمسخروا عليه بالمسرحيه، او يلي كان عم بعاني، او يعني بتشوف الحاله اللي انت بتعيشها بس ما بتلاحظها الا لبعد ما تفل من المسرح وتخرج من هالحاله اللي انت بتكون موجود نعم فيها. طيب، المخرج المسرحي عوض عوض، نحن بنشكرك، وبدنا نشير طبعا الى انه فريق عملك فيه جنسيات عربيه مختلفه. مزبوط، كمان بنشكرك لانك جمعتهم بالفن. في سوريين وفي تونسيه وفي لبنانيه وفي فلسطينيه وانت فلسطيني. انا فلسطيني كمان. مزبوط، لنا الشرف باستقبالك. شكرا. اذا وبالتوفيق بكل مشاريعك اللاحقه. مشاهدينا، فاصل قصير نعود بعده لمتابعه بقيه فقرات صباح النور، ابقوا معنا.
صباح النور مجددا مشاهدينا. انت بتهتمي بصحتك وعد؟ انا بهتم بصحتي بس مش قدك، انت بتلعب حديد بعرف. بلعب حديد وبجسمي في حديد، لازم نكتفي حديديا. لازم نحافظ عليه. من هيك بسلمي كان المهمه بمقابله، تسالي كل اللي بفكرنا. إذا مشاهدينا، إن الحديد من أهم العناصر الغذائية في جسمنا، حيث يعمل لتخزين ونقل الأكسجين في كرات الدم الحمراء. وتعد مشكلة نقص الحديد من المشاكل الأكثر تداولا في العالم، والتي تدل على خلل ناتج في الجسم. للتكلم إذا عن نقص الحديد وعن النظام الغذائي لتعزيزه في جسمنا، نقدم السيدة وعد هاشم ومعها ضيفتها اختصاصية التغذية رولا غدار في رشة صحة. صباح النور. صباح الخير. الحمد لله. ماشي الحال. يعني نقص الحديد هو احد اشهر انواع فقر الدم، واللي بنعاني منه كثير بدول حوض المتوسط، فشو هي اسبابه؟ هلا اسباب نقص الحديد في عنا كثير اسباب، منها بتكون شخص جسمه ما بيسحب كثير حديد، في اشخاص بيكون عندها حاجاتها للحديد اعلى من اشخاص ثاني، وقد بتكون انه نحن نظامنا الغذائي قليل بالحديد. نعم. ف يعني هو مثل ما قلته هو شيء كتير مهم، لأنه هو اللي بيوصل الأكسجين على كل الخلايا بالجسم. فإذا نحن ما عندنا أكسجين بالخلايا اللي قلنا وبالأعضاء اللي قلنا، هذا الشيء حيأثر علينا كتير وحيعملنا عوارض كتير مزعجة. وفي شغلة بتصير إنه في كتير عالم بيكون عندهم نقص الحديد وبيكونوا ما عارفين، مش عارفين، فجأة بحسوا حالهم إنه أنا كتير تعبان، أو أنا بالشغل ما عم بقدر أعطي مثل ما لازم، أو أنا عم روح أعمل رياضة بس عم حس حالي عم بتعب بسرعة، عم دوخ بسرعة، بحسوا حالهم أوقات بيبردوا أكتر من العالم التاني، بيكونوا قاعدين بنفس الأوضة بس في شخص بيكون عم يبرد كتير أكتر من شخص تاني، بيكون ممكن الحديد عنده واطي. وحتى في شغلة كتير مهمة، إنه الحديد بيأثر على المزاج كتير. يعني في من الأشخاص اللي عندهم نقص الحديد بيصير عندهم كتير تغيرات بالمزاج، وأوقات بيصير معهم حتى كآبة من وراء هذا الموضوع. فأنا بنصح عن جد حيلا حدا بحس بهيدا العوارض، بحس حاله تعبان، بحس إنه ما عم يقدر يعطي كتير، أو حتى بحس بتغيرات بمزاجه من دون سبب، إنه يروح ويعمل فحص الدم. في عوارض بتظهر بالشكل خاصة عند الأطفال والنساء، بينتبهوا لها أكتر. لون البشرة بيميل إلى الصفار، يمكن تساقط الشعر أكثر شيء بيعاني منه الأشخاص، بتصف بالشعر أكثر، وحتى بالضفير بتحس الضفير دغري بقشره بس تيكون في نقص بالحديد. فإذا حيلا حدا عم بلاحظ هالأشياء دغري يفحص ويشوف إذا في نقص. نعم. طيب شو هو مصدر الحديد بالأطعمة والفواكه والخضار؟ هلأ الأشخاص اللي عندهم هيدا العوارض مهم أنه يكونوا عم مثل ما قلنا أنه يشوفوا ويكونوا عم ياخدوا، مثلا ممكن يكون عم ياخدوا أدوية وهيك، بس للأشخاص بشكل عام تيتجنبوا يصيروا معهم هالعوارض كتير مهم أنه يدخلوا مأكولات عالية بالحديد بنظامهم الغذائي. يمكن المهمة منها كتير صعبة، موجود بالأسماك الحمراء، ببعض الخضار، الحبوب، الفواكه. الحديد موجود بكثير من الاكل اللي نحن. طيب شو بده يركز اللي بيعاني من فقر الدم؟ اوكي، هلا اللي بيعاني من فقر الدم يعني دائما الحديد بالمصادر الحيوانيه هو اعلى، وجسمنا مش ضروري دائما اعلى، بس جسمنا بيسحبه بشكل اسرع بكثير من الحديد اللي بمصادر نباتيه. نعم. فمثلا لنقول في عنا 100 جرام لحمه بقلبها، لنقول او بقلبها 100 جرام حديد، وشي لنقول حبوب بقلبه 100 جرام حديد، نحن بنسحب اكثر من اللحمه من ما بنسحب من الحبوب. فدائما المصادر الحيوانيه فيها حديد اكثر. الاشخاص اللي هن نباتيين او فيجن او هيك عندهم عرضة أكتر يصير عندهم نقص بالحديد، ولازم يركزوا على كمية أكبر من المصادر النباتية. في عنا مثلا كل سودة اللحمة أو سودة الدجاج، هذه تعتبر من أعلى المصادر بالحديد. في عنا حتى السمسم،
سمسم انا بس كنت عم بعمل ريسيرش على الموضوع شفت انه السمسم 100 جرام من السمسم بقلبها كميه اكبر من السوداء حتى يعني اللي عم ياخذ زعتر بيكون عم يستفيد من الحديد اللي بالسمسم وحتى الطحينه بقلبها حديد في عنا كمان الفواكه المجففه على كل حال اليوم في سبلمنتس ايضا يعني في مكملات غذائيه على شكل اقراص او قطره للاطفال الاصغر سنا بتكون فيها حديد مركز شو دور الفيتامين سي بامتصاص الحديد مع الجسم لانه دائما غالبا يوصف الفيتامين سي مع المكمل الغذائي للحديد يعني الفيتامين سي لنقول مثل ما قلنا انه في 100 جرام حديد بمأكولات معينه الفيتامين سي بيساعدنا تنسحب اكثر من الحديد بالاكل نعم. دائما بننصح بس يكون في اكله عاليه بالحديد انه نحن ناخذ معها اكل كمان عالي بالفيتامين سي بيساعد على امتصاص الجسم للحديد طيب رولا شو الفرق بين لما يكون مصدر طبيعي يعني مباشره من الاغذيه اللي عم نتناولها او لما يكون دواء يعني مكمل غذائي هل تفرق جوده الحديد او الفيتامين اللي عم ناخده هلا نحن اذا عم ناخذها من حبه اكيد عم ناخذ كميه أكبر وعم ناخدها بشكل دغري الجسم بيسحبها بس مش كل الأشخاص بحاجة أن يكونوا عم ياخدوا حبوب أكيد طبيعي يعني بس الشخص اللي هو عنده نقص حديد لازم الحكيم هو يوصف له تياخد وفي أنا بعرف كتير أشخاص بعينوا من العوارض الجانبية تبع الحديد يعني بعرف كتير عالم عندهم نقص حديد وبكون الحكيم وصف لهم حبوب حديد وما بياخدوهم لأنه بيعمل لهم وجع بالمعدة لأنه بيضايقهم لأنه بيزعجهم بشكل عام فهون أنا بنصح يجربوا كذا دواء لأنه في عدة أدوية في أدوية بتعمل عوارض أكثر من أدوية فيجربوا بيشوفوا أي أكثر واحد مناسب لجسمهم في أنواع جنتل آيرن معروفة تحت هذا الاسم بيتفادى شخص من خلال العوارض وكل شخص غير عن تاني يعني ممكن انا اخذ حبوب حديد تعمل لي عوارض جانبيه انت تاخذيها ما تعمل لك عوارض جانبيه فاذا في دواء زعجنا نجرب دواء تاني وفي كمان اشخاص بياخذوه اي في بياخذوه بالدم دغري ما بيعمل اي عوارض بياخذوه مثلا مره بالشهر او هيدا اذا اريح من الحبه كل يوم رولا الاطفال حديثي الولاده والمراه الحامل على صحه السلامه قبل الفحوصات بينوصف له حديد. ليه هدول الفئات؟ المرأة الحامل دايما عندها احتياجات أعلى من الحديد لأن هي ما بس عم تعطي حديد لها هي كمان عم تعطي حديد للبيبي اللي ببطنها فدايما احتياجاتها أعلى من الشخص العادي وهي إذا ما أخذت حديد دايما الأولوية بجسم المرأة الحامل للبيبي يعني إذا البيبي هو بحاجة لحديد بيروح الحديد من دم الأم وبيروح عند البيبي وهي بيصير معها نقص حديد بتحس حالها تعبانة أكتر وكتير هيدا الموضوع خطر للمرأة الحامل لأنه ممكن الولد يخلق وزنه أقل ممكن يخلق قبل بوقت إذا هي عندها نقص بالحديد كرمال هيك الدكاترة وحتى التوصيات بتقول أنه أفضل المرأة الحامل تكون عم تاخد حبوب حديد كرمال تتفادى هيدا الشيء لأنه تأثيره كتير كبير بالوقت المتبقي أيضا ما علاقة الشمس مع الحديد بالجسم هل هناك اي علاقة مشان يعني في الشمس هي اكثر للفيتامين دي نعم ولكن لماذا دول او سكان دول حوض البحر المتوسط بيعانوا من نقص حديد هلا هي يعني اكثر ممكن تكون حسب الجينات تبع الشخص في عالم عن جد جيناتهم جسمه ما بتسحب كثير حديد او الاكل اللي عم او طبيعه النظام الغذائي ما عم بيكون بقلبه كثير حديد ولكن الشمس لها علاقه اكثر بالفيتامين دي في شغله كمان مهمه بدي اقولها في كثير اشخاص بعد ما يخلصوا اكل دغري بياخذوا قهوه او شاي صحيح. القهوه والشاي بيسحبوا الحديد من الاكل يعني هيدي عاده اذا كل يوم نحن بس نخلص اكل عم ناخذ قهوه او شاي كل شيء حديد نحن عم ناخذه بالاكل مش كل شيء يعني بس عدد انه منيح من الحديد اللي عم بيروح من جسمنا ما عم نستفيد منه فدايما ننطر على القليلة ساعة أو ساعتين قبل ما ناخد القهوة أو الشاي تنستفيد جسمنا يكون عم يستفيد من الحديد أكثر نعم إذا شكرا لك على كل هذه النصائح الاختصاصية التغذية ومدربة الصحة رولا غدار شكرا لوجودك معنا شكرا لك
مشاهدينا ننتقل إلى محطة في صباح في مطبخ صباح النور مع شيف فؤاد ودائما والأشهى. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم عنا طبقين جدا مميزين وكتير سهلين. أول طبق بدنا نحضره اليوم هو نوع من أنواع الحلويات، هو تارت بحشوة كيك الجوز. حيكون في عنا كومبينيشن أو دمج ما بين عجينة التارت مع الكيك. بالبداية أنا رح أحضر عجينة التارت أنا وياكم، اللي هي كناية عن طحين مثل ما شايفين. عم بحط الطحين بالجوز، حضيف عليهم الفانيليا البودرة، رشة الملح، لأنه دائما هيدي العجينة لازم يكون فيها رشة بسيطة بالملح لهي لحتى تساعدنا ناخذ بعدين القرشة المطلوبة بقلب هيدا العجينة وقتها تنخبز. راح ضيف عليهم السكر وبدي اخلطهم مع بعضهم. بخلط الطحين والسكر والفانيليا والملح منيح مع بعضهم هيدا الشكل مثل ما شايفين. هلا صار وقت بدي اضيف عليهم الزبده الطريه بحراره الغرفه. مثل ما شايفين هون قطعت الزبده عم ضيفها مثل ما هي. بدي بلش اعجن بالايد لحتى اكون عم بخلي الزبده تاخذ حراره ايدي وتندمج مع الطحين. لانه حسك مش نايم منيح امبارح بقول عنك المقادير بهالوقت عم تمرق على الشاشه. صح نايم منيح؟ صح عم تبرق على الشاشة أو صح مش نايم منيح؟ هلا صح شايفهم منيح وصح مش نايم منيح. أنا بحس فيك شفوان. إيه بنحس ببعض. طبعا مثل ما شايفين العجينة بلشت تاخذ الزبدة كلها. بلش قد ما فيني خلي المكونات الزبدة الموجودة تصير مفروكة بالطحين أكثر لحتى عم بحصل على طحين رطب معلق على بعضه والسبب هو الزبدة. رح بلش استعين بالماي لحتى نخلي العجينة تتحول. هيدي العجينة مختلفة عن عجينة التارت المطلوبة، اللي هي عجينة جدا سهلة مختلفة عن القبل واللي هي بتحتوي على الماي. عم بعجن مظبوط المكونات، طبعا بدي اعجنهم منيح وخليها ترتاح. يعني شيف لما نقول تارت اول شيء بيجي على راسنا انها حلويات غربيه. صح صحيح؟ صح. فينا يعني ترجمها لفطيره بس انه بتفقد قيمتها. صحيح. يعني بتبطل بتحسها انه كتارت او باي مثل ما دائما بتعرف عليهم. يعني اما فرنسويه او انجليزيه او امريكيه. صحيح صحيح. هلا انا رح اترك هيدي العجينه لحتى تاخذ ترجع نعجنها وتاخذ بعضها مزبوط. رح ننتقل لنحضر الحشوه اللي بدنا نعملها، بالاضافه رح اشرح كيف طريقه حيكون عاملها. بمجرد ما نحن صارت العجينه جاهزه عنا بنرقها بنحطها بالقالب الخاص للتارت وبنحضر هيدي الحشوه اللي بدها تنضاف بقلبها اللي هي كيك الجوز. اول شيء في عندي الطحين رح ضيفه هون بالمنخل، رح بلش انخلهم شوي، برجع رح ضيف عليهم الكاكاو البودرة. طبعا صار الكاكاو في عنا أنواع، في عنا الأسود وفي عنا الأشقر. أنا استعملت الكاكاو الأسود لحتى أخذ طعمة المرورة الموجودة فيها أكثر. طبعا كمان صار موجود مثل ما بنقول دائما هذه الأنواع بتصير موجودة بالأسواق وبين متناول كل الأشخاص اللي حابين يجربوا هذا الأنواع. طبعا بهذه الطريقة أنا عم نخلهم، عم خلي الأشياء المرطبة بالطحين أو بالكاكاو، لأنه مثل ما بتعرفوا الكاكاو دائما بيكون في أشياء خشنة فيها، أنا بكون عم نعمها هون بهذه الطريقة، خليها تنزل على الطحين بطريقة سلسة وبيبطل ببرغل مع الكيك. مثل ما شايفين صار عندي خليط الطحين والكاكاو كتير حلوين مع بعضهم. رح أضيف عليهم رشة الفانيليا، رح كمان أقلبهم مع الجوز المطحون. طبعا مقادير الوصفه عم تبرق كمان هلا على الشاشه قدامنا. توني يمكن ما كنت نايم امبارح منيح. لا هلا كنت عم فكر بشي تاني. عم بخلط الطحين والجوز والكاكاو مع بعضهم مع اضافه السكر عليهم. بدي اخلطهم منيح مع بعضهم، بعدين رح ضيف عليهم كميه الزيت النباتي
وبقلب باستمرار. بهالمرحلة هون صار عندي المكونات الجافة كلها مع بعضها مع إضافة الزيوت. هلأ صار وقت ضيف عليهم البيض مثل ما هي الكمية، يعني سواء أنا أو أنت إذا مش نايمين منيح طبعا هالتارت بتوعي طبعا الكاكاو طبعا. وهيدي ناقصنا أمين هلأ يعني الشوكولا بالنهاية كاكاو طبعا. رح نخلط هالمكونات مع بعضها. المخرج تونيا نقزني وعيني من هون اللي بدايته دايما منورنا توني اكيد انا او هو اثنيناتكم. تسلم توني سويدي تحياتنا طبعا. هلا مثل ما شايفين بعدني عم بعجن مثل صارت مثل العجين عم بخلطها مع بعضها. ممكن استعان بكميه بسيطه من السوائل اللي هي المي او ممكن تكون الحليب لحتى طري هالعجينه اكثر. راح اضيف كميه صغيره من المي بس لهي طريه، وهي ما حتكون عجينه اصلا طريه، بدها تكون عجينه سميكه لحتى تكون بقلب الفرن تنضاف بقلبه مثل حشوه شوكولا وبتنخبز. طبعا ممكن اضافه حبوب من الجوز الكامله على الوجه لحتى تصير جاهزه. مثل ما شايفين ما استعملت شريط، انا مقصد تركت الشريط موجود حدي حتى تشوفوا انه مش كل الاصناف الحلويات ملزمين نستعمل الشريط او المضرب الحديد. انا اشتغلتها بالمعلقه الخشب، ممكن استعمال اذا كان عندنا موجود هدول المعالق الكاوتشوك بنقدر كمان نشتغل فيها. فضلت اشتغلها بالمعلقه الخشب لحتى اورجيكم كيف نتيجه الكيك بتطلع ونتيجه الهواء فيها بضل موجود. اذا بتلاحظوا كمان ما حتطلع جدا ناعمه، حتكون فيها خشونه، وهيدا الشيء سبب لوجود الجوز المطحون. الجوز المطحون هو اللي حيعطينا هيدي الرطوبه بقلبها مع الطعم الحدي الموجوده بالجوز. طبعا بهذا الوقت اللي انا عم بحرك هيدي الحشوه رح مد ارجع العجينه حطهم مع بعضهم بدون ما يفوت شيء على الفرن قبل الثاني. بنفوتهم اثنيناتهم على الفرن على حراره 170 تقريبا حوالي 20 ل 23 دقيقه لحتى نكون تاكدنا انه هيدا المكون استوى مع بعضهم. بهالوقت بتسرق لك ملعقه لانه الكافيين واضح بالخلطه. ايه بتسرق لك ملعقه. هلا بنسرق ملعقه توع على الفقره التاليه. للفقره التاليه نكون جاهزين. شكرا لك. هلا رح رحله عندك شيف فؤاد. شكرا لك. ونحن مشاهدين سنذهب إلى الأردن وموقع يستهدف السيدات اللواتي يعملن من المنزل فيقوم بالتشبيك بين أصحاب الأعمال والسيدات اللواتي يردن العمل دون الحاجة للخروج من منزلهن. المزيد في هذا التقرير من عمان. أهلا وسهلا فيكم بموقع statbeauty.com. اليوم رح نحكي لكم أكثر كيف نقدر نستفيد من الموقع. موقع ستات بيوت بيساعدكم على العمل من المنزل. احنا بلشنا موقع ستات بيوت حتى نساعد السيدات انهم يشتغلوا من قلب البيت. بلشنا نحاول نشوف شو المشاكل اللي بتواجههم من تسويق لبيع المنتجات خطوة لخطوة، وصلنا لأفضل فورمولا اللي هي انه نساعدهم انهم يشتغلوا بس على الطلب، مش بس انه نتركهم بنص الطريق بتدريب ونوقف هناك. الخطوات اللي بنمشي فيها هي شاهدي تعلمي اعملي، من خلي فرصة العمل مربطها بيا إما كورس تعليمي بيضمن إنه هاي الست عارفة عن إيش أنت عم تحكي شو هي هاي الوظيفة، يا إما إذا كانت صاحبة العمل بدها تأهل هذا الشخص عشان يلبي لها وظيفة محددة لإلها مش عامة، يعني بتقدر تربط فرصة العمل بفيديو قصير تشرح فيه الوظيفة للست، فهيك لما حدا بيجي بيقدم بيكون فاهم بالضبط شو المطلوب. التحديات كانت الأعضاء نفسهم إنهم يعرفوا بالضبط كيف يعني يستغلوا ويتعاملوا مع التكنولوجيا. بالنسبة للي بحطوا الأعمال والطلبيات على الموقع
انهم يعرفوا انه هاي الفئه كيف يتعاملوا معها وكيف يستغلوا ويشتغلوا معهم بطريقه احسن. يعني وعد ومنها واجه ستات البيوت أطفالهن في مدارسهن في مدارسهم صحيح؟ هذا هو موضوع خبرك اليوم صحيح ونحن في الانتظار. إذا مشاهدينا خبر اليوم مع وعد. صباح النور مشاهدينا. إذا ساهمنا في تكوين أشخاص يتوقعون شيئا مقابل لا شيء، فما نوع العالم الذي سنعيش فيه؟ بهذه الكلمات سجلت معلمة الصف الثامن في مدرسة بورت سانت لوسي بولاية فلوريدا ديان تيرادو اعتراضها على سياسة لا صفر التي تعتمدها المدرسة والتي كانت سببا في طردها منها بعدما اختارت وضع علامة صفر لبعض التلاميذ. ولكن المدرسة قالت إن الصفر على مقياس أو المدرسة قالت إن الصفر على مقياس الدرجات في الكتيب تعوضه عبارة لم يحاول أو غير مكتمل. وبحسب مجلة نيوزويك أن معظم المقاطعات تبنت سياسة لا صفر سواء في النظام الداخلي أو عبر تعليمات شفهية لتكون عاملا يساعد في منع تدهور مستوى الأطفال التعليمي أكثر. وتقوم على عدم إعطاء أي طالب درجة صفر بما أنه قام بتطبيق المهمة أو حاول على الأقل. لكن المعلمة تيرادو رأت أن هذه السياسة من شأنها إحداث خلل بين التلاميذ الجادين وغير الجادين، قائلة لماذا سيعملون بجد عندما يعرفون أنهم سينجحون؟ سيقول الطفل ليس علي فعل أي شيء وعليك أن تعطيني درجة. قد الموضوع دقيق توني وحلو كتير. أنا بشكيك لأنه صلت وحلو طوالي. كتير أنا شخصيا يعني مرأت فيه مع أطفالي صرت لاحظ أنه حتى شفويا لما المعلمة بالصف داخل الصف توصم بعض التلامذة أنه هيدا أشطر واحد، هيدا تاني واحد، هيدا اللي مش شاطر، هيدا اللي بينسى غراضه، هذا الوصم بيعلق على الطفل وبيحدد من قدراته وبخليه يقتنع فيها ويكتفي فيها بدون المحاولة. تعرف الجروح النفسية كمان يلي منكتسبها سواء من الأهل أو من الأساتذة بتعلم مدى العمر. صحيح. إذا ما عرفنا نسيطر عليها لاحقا بتبقى معنا مدى الحياة هذه الوصمة كما أسميتيها. تماما. فسياسة لا صفر منا جاية من لا شيء. صحيح. أكيد هي نوع من تشجيع التلامذة وحماية يعني قدراتهم يلي مرات تاخذ وقت أكثر عند أطفال من أطفال غيرهم للظهور وتشجيعية. يعني لما نقول لشخص صفر كأنك أنت عم تقول لشخص راشد أنت فاشل أو يعني محاولتك عندك صفر نتيجة وهذا الشيء منه عادل. صحيح. عرفت عن خبرك امبارح وحبيته، حبيت أتشاركه مع أولاد اختي. يعني اسالي مجرب اكثر ما تسالي حكيم. بيسلموا عليكي اولا. سلموا عليهم كثير. وصل السلام لماريز. رح اعطيكي راي ماريز بالموضوع. ماريز بتقول انه صفر يعني ممكن اذا كان الامتحان فارغ. يعني اذا الطفل ما حاول ابدا. يعني هي المحاوله ضروريه بالنسبه لها. وبمطرح ثاني خبرتني انه بمره من المرات ما كانت دارسه تاريخ. واجا الفحص صحيح اجا الامتحان بتعرفي شو عملت بكل ذكاء؟ كتبت جملتين ثلاثه هيك ما لهم اي معنى بس كتبتهم بخط حلو لانها بتعرف انه الخط الحلو عندهم بالمدرسه بيعطيها علامه بيعطيها علامه. يعني هاي هي سياسه التحفيز اللي عم تحكي عنها 100%. ذكرتنا ايضا بصديق مره شاركني تجربته انه هو كان ينقي الدروس يركز عليها بالبيت للامتحان يلي بحس انه الاستاذ بيستفيد بشرحها بالصف والاستاذ شاطر وبارع فيها وعنده معلومات كافيه فيها
وبالتالي كان يحلل انه اكيد رح يمتحن التلاميذ بناء على هو معلوماته قديش قويه. نعم. فمرات التلميذ بيكون عنده القدره اذا مش على الحفظ والتطبيق على هيك يعني لقط نقاط ناجحه بتكون ونقاط رابحه معه. بس ولكن المعلمه كان عندها وجهه نظر ايضا ما فينا نتجاهلها يلي هي انه من غير العادل انه ما عم تقدر هون تميز التلميذ المميز فعلا لانه بالنهايه في تلاميذ مميزين اكثر من غيره. عم نقرا رساله وهي الرساله اللي كتبتها تيرادو بعد ما تم طردها من المدرسه باي كيدز مسز تيرادو لافز يو اند ويشز يو ذا بيست ان لايف I have been fired for refusing to give you a 50% for not handling anything in. So هون المعلمة ودعت التلاميذ وعم تبرر له كأنه نيتها صافية طبعا بس أنا صراحة بين التشجيع والأحباط طبعا أنا مع التشجيع وحتى في ناس تعرف بالصف الثامن يعني بيكون بعده صف حتى وعد في مدارس تربوية ضد العلامات بشكل عام بتقول إنه العلامات بتحجم الولد والبديل هو تحفيز على حب المعرفة يعني لهالدرجة أعطيهم قيمة للمعلومات كانوا علاماتك بالمدرسة معلوماتي علاماتي بالليترير أضبط من السيانتيفيك يعني بالأدبي أفضل من العلمي وهذا دليل إضافي أنه كل شخص عنده ميوله وعنده نقاط قوته صحيح وعنده شخصيته إما شخصية فنية أو علمية وأنه مش دائما العلامات هي انعكاس حقيقي للمعلومات صحيح مرات يمكن أسلوب التعبير بيخوننا أو عدة سكيلز بيتطلب التلميذ يعني صحيح بيدرسهم بالمدرسة إلى جانب المواد و وأنت قبل ما تختمي أنت كيف كانت علاماتك؟ متأرجحة حسب الموت وبعدنا لهلأ قيمتك أهم بكثير من العلامات ست وعد تسلم توني شكرا توني شكرا مشاهدينا نصل إلى فاصل جديد بعده آخر الأخبار وتحليلات السياسية ضمن مع الخبر أهلا بكم من جديد إلى وقفتنا السياسية الأخيرة وتحليل أبرز المستجدات مع زميلة سارة خان وضيفها في مع الخبر شكرا جزيلا وعد أهلا بكم من جديد مشاهدينا وهذا موجز لأهم الأخبار السلطات التركية تؤكد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول ولا يزال متواجدا فيها لكن مسؤولا سعوديا ينفي أن يكون خاشقجي في القنصلية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي زباستيان كورتس أن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية فعالة مضيفا أنه لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يحمل إيران مسؤولية التهديدات التي تواجهها بعثات الولايات المتحدة في العراق ويقول أن بلاده تعمل على إنهاء معاهدة الصداقة مع طهران المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبدأ زيارة لإسرائيل ويشمل جدول أعمال مباحثاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طموحات إيران النووية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني بريطانيا تتهم المخابرات العسكرية الروسية بأنها وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية الغرض منها تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال نشر حالة من البلبلة في كل المجالات رد فعل وصف بالقوي أقدمت عليه باريس مشاهدينا بفرضها عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا واتهامها علانية وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لشن اعتداء ضد تجمع لمنظمة مجاهدي خلق في فيلبونت قرب باريس في حزيران يوليو الماضي تطورات تأتي في وقت تحاول فيه طهران الحفاظ على أفضل علاقات مع فرنسا وأوروبا لإنقاذ ما يمكن من الاتفاق النووي فما مستقبل العلاقات بين طهران وباريس من جهة وبينها وبين أوروبا من جهة أخرى وما مدى تأثير هذا على الملف النووي أسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا رئيس التحرير إذاعة مونت كارلو الدولية أندريه مهاوج عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من باريس صباح النور سيد أندريه صباح الخير سيد سارة
أهلا وسهلا. بداية في بيان مشترك لوزارة الخارجية والداخلية والاقتصاد الفرنسية ثمة كلام أن عملا يمس الأرض أو التراب الفرنسي لن يمر بدون رد. هذا الرد الذي يتحدثون عنه هل يقتصر على الاعتقالات وتجميد ربما رؤوس الأموال بعض رؤوس الأموال وإغلاق بعض المكاتب أم ننتظر المزيد؟ لا طبعا هذا الرد هو بالنهاية يعني المطلوب منه هو إيصال رسالة واضحة لطهران، وقد جاء بعد يعني سلسلة أحداث منذ مطلع الصيف الماضي، وما حصل بالنسبة تحديدا لتوقيف بعض المسؤولين أو الدبلوماسيين أو المتهمين بشكل عام الإيرانيين بالتخطيط لعملية استهداف تجمع المعارضة الإيرانية في ضاحية باريس، هو بالنهاية يعني لم يكن عملا فرديا من قبل فرنسا أو منفصل عن المنظومة الأوروبية ككل، كان هو نتيجة عمل استخباراتي أمني تنسيق وثيق وتعاون بين فرنسا بلجيكا النمسا وألمانيا. نعرف بأنه تم قبل توقيفات في باريس توقيف شخصين في بلجيكا وتوقيف دبلوماسي هو الأسد في ألمانيا هو دبلوماسي في النمسا. نعم، إذن هناك رغبة من وراء هذا العمل هو بإيصال رسالة واضحة إلى طهران من قبل الاتحاد الأوروبي ككل بأن على إيران أن تغير النهج الحالي الذي تتعاطى من خلاله مع المجتمع الدولي. فرنسا باسم الاتحاد الأوروبي كما ذكرت ست سارية في طليعة الدول اليوم التي تقف إلى جانب طهران في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، ولكن بالمقابل هناك شعور لدى الاتحاد الأوروبي لدى الفرنسيين بأن إيران لا تتعاطى بجدية مع هذا الملف ولم تقدم على تقديم أي خطوات عملية باتجاه نقطتين كان أثارهما وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارة إلى فرنسا قبل ساعات قليلة من عمليات التوقيف في باريس، وهما أولا موضوع الصواريخ الباليستية. وفرنسا يعني كانت منزعجة جدا من عملية إطلاق صواريخ من إيران على مواقع للمعارضة الإيرانية في سوريا صواريخ باليستية، إذن هذا كان يؤكد بالنسبة للأوروبيين بأن هناك فعلا برنامج باليستي خطير ما كان يحذر منه يعني الأمريكيون. والأمر الثاني هو توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، وقد يعني رأينا ذلك بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس ورئيس البرلمان في العراق. إذن كان هناك عدة عوامل تجمعت مع بعضها البعض كانت تفيد بأن الاستمرار بهذه العملية عملية التفاوض مع إيران وعملية الدفاع عن الملف النووي الإيراني لن يعطي أي جدوى في الوقت الراهن. كان هناك اتصالات أيضا بين الأمريكيين والفرنسيين، ربما يكون قناعة ولدت لدى الأوروبيين لدى الفرنسيين كما ذكرنا بأنهم الآن في واجهة يعني الدول الأوروبية بأن لا جدوى من التفاوض مع إيران، بأن إيران تحاول أن تكسب الوقت بحاول أن تستغل عامل الوقت من والمماطلة من دون إعطاء أي شيء عملي وجدي بالنسبة للمطلوب منها بالنقطتين النفوذ في المنطقة والصواريخ الباليستية. لذلك تمت هذه العملية، وكانت كما ذكرت سارة يعني فرنسا كانت واضحة في بيان ثلاثي وبالواقع من وزير الخارجية وزير الاقتصاد ووزير الداخلية جيرار كولومب يعني وقعوا قبل ساعات قليلة من استقالته بالأمس، يقول بأن فرنسا لا يمكن أن تقبل بعمل من هذا النوع يمس سيادتها على الأراضي الفرنسية، ولابد بالتالي من إيصال رسالة واضحة وأكيدة لطهران بأن هناك مقاربة جديدة للتعامل معها للتفاوض معها مع التجديد بالوقت نفسه على الاستمرار يعني بالعمل بالمساعي من أجل إيصال الملف النووي الإيراني إلى الغاية المنشودة ولكن وفق شروط وقواعد جديدة. نعم، سنعود لنتحدث عن تأثير الوضع الراهن على الاتحاد الأوروبي واقتصاديا وسياسيا أيضا، ولكن كان ملاحظا أن فرنسا قامت بعد تأكدها بتأكيد من التحضير الإيراني للاعتداء على تجمع المعارضة من مداهمة تمت مداهمة عدة مراكز شيعية على أراضيها، يعني مثلا نذكر هنا مركز الزهراء. هل بات كل ما له علاقة من الفكر الإيراني مهددا على الأراضي الفرنسية؟
لا لا يمكن القول بأن هناك يعني حملة ضد الإيران بشكل عام أو الوجود الإيراني أو يعني النظام الإيراني. لا أحد يتكلم اليوم عن استهداف النظام الإيراني تحديدا. نعم. ولكن معروف أنه معظم هذه الجمعيات يعني تمويل هذه الجمعيات له مصدر معين. هناك شبهات حول مصدر التمويل، يعني ربما كان بالتزامن تزامن التوقيت بين العمليتين، عملية التوقيفات بشأن الاعتداء المفترض الذي كان يتم التدبير له وعملية مركز الزهراء. لكن يعني هذا الأمر كما ذكرت هو كله مرتبط بمنظومة معينة بسلسلة أحداث حصلت منذ مطلع الصيف، ليس عملا منفردا. نعرف أن هناك مشكلة حقيقية الآن بين فرنسا وإيران بالنسبة لتعيين سفير فرنسي جديد في طهران خلفا للسفير فرانسوا سيمينو الذي تم تعيينه ممثل للرئيس الفرنسي بشأن الملف السوري. كان هناك توجيهات للدبلوماسيين الفرنسيين منذ منتصف الصيف الماضي بأخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم في طهران وعدم التوجه إلى إيران إلا إذا كانت هناك ضرورة. بالمقابل إيران لديها أيضا مطالب من فرنسا وربما تأخذ عليها أيضا عدم التجاوب مع هذه المطالب. نعرف أن هناك تظاهرات للأكراد حصلت أمام السفارة الإيرانية في باريس في مطلع سبتمبر وتقدمت السلطات الإيرانية بلائحة من الأسماء من الأكراد القيادات الكردية في فرنسا بطلب توقيفها، لم تتجاوب فرنسا. إذن هناك عدة أمور متشعبة كلها ارتبطت مع بعضها حتى وصل الأمر إلى هذا التصعيد على الأقل في الخطوات المتخذة، ولكن كما ذكرت ليس بهدف قطع العلاقة نهائيا وليس بهدف يعني إقامة نوع من القطيعة أو الحرب الدبلوماسية، ولكن بهدف إيصال رسالة. ما أزعج الفرنسيين أيضا بأن كان هناك لقاء في نيويورك على يعني هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بين الرئيسين الفرنسي والإيراني. الرئيس ماكرون طلب أولا توضيحات عن إذا كما ذكرنا عملية التفجير التي كان يتم الإعداد لها ضد المعارضة الإيرانية في باريس، وطلب أيضا توضيحات بالنسبة للموقف الإيراني من مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للأزمة في سوريا بالنسبة للعراق بالنسبة لليمن. الرئيس الإيراني لم يعطي أو جواب، استمهل الرئيس الفرنسي بعد بضعة أيام وحتى الأمس لم يكن جاء هذا الجواب. الموضوع الثاني هو الوزيرة خارجية البلدين، أيضا كان هناك بحث مطول وجون إيف لودريون يعني أبلغ نظيره الإيراني بكل شدة وصرامة وقال له إذا لم نحصل على أجوبة محددة وعلى خطوات عملية محددة بحسن نوايا إيران فسوف نضطر إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا. هذا ما تم التوصل إليه يعني، ولذلك العملية تشمل منظومة متكاملة بين البلدين، منظومة مطالب أو جهات يمكن أن يكون لها علاقة بشكل أو بآخر بعملية انسداد الأفق في مجال العلاقات الدبلوماسية والتفاوض بشأن المطالب المطروحة على إيران، كان من منظمة مركز زهراء أو توقيف الدبلوماسيين أو تعيين سفير فرنسي في إيران. طيب يعني هذه الرسائل التي تريد باريس إيصالها لطهران، هل ممكن أن تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي خصوصا أن باريس فرنسا تحديدا والاتحاد الأوروبي عامة يعتبر واحد من الركائز التي تعتمد عليها إيران كثيرا للخروج من مأزق الاتفاق النووي، هل ممكن أن يتم الضغط بالورقة الاقتصادية في هذا المجال، خاصة أن طهران قد نفت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها بهرام قاسمي نفت أن يكون لها أي شأن بهذا التدبير للتفجير، وقال أنهم مستعدون لحل الموضوع دبلوماسيا ولا يمكن حله غير دبلوماسيا. ماذا تقرأ من هذا الوضع هنا؟ صح طبعا إيران يعني رأينا أن لديها لهجة، إيران يعني على كل حال لديهم قدرة كبيرة وفائقة في عمليات التفاوض وفي المماطلة أحيانا، يعني يجيدون لعبة الشطرنج ويستطيعون جيدا أن يقوموا بخطوات تكتيكية. لذلك رأينا أن إيران كانت يعني لديها لهجة متسامحة جدا، وكما ذكرت بأنه اعتبرت بأن هناك لغط معين، هناك خطأ في تقدير الفرنسيين وهي مستعدة للتفاوض. ولكن على الصعيد الاقتصادي تحديدا كل المحفزات الاقتصادية التي كانت تنتظرها إيران من الاتحاد الأوروبي
يعني لم تترجم عمليا بعد. إيران عبرت على كل حال قبل حوالي الأسبوعين ووضعت نوع من الإنذار أو الإتماتوم للأوروبيين بأنها يعني تنتظر أيضا تنفيذ إجراءات عملية من قبل الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاقتصاد. نعم. عمليات التبادل الاقتصادي حاليا لا نرى هناك حماسة من قبل الشركات الأوروبية من أجل الذهاب والعمل في إيران، لأن طبعا لديها مخاوف ترتبط بالموقف الأمريكي وبالعقوبات الأمريكية التي يمكن أن تطال هذه الشركات التي لديها أيضا استثمارات كبيرة في الأسواق الأمريكية. نعم. شركة توتال، شركة سكك الحديد الفرنسية، كلها ترددت حتى الآن. ونشاهد أيضا بأن هناك قمة رباعية على كل حال يتم الإعداد لها مجددا، كانت مقررة في أيرو وتم تأجيلها بين أربع دول في المنطقة، هي تركيا، روسيا، فرنسا وألمانيا. نعم. سوف تبحث بكل هذه المواضيع، ولو كان أنه الموضوع الأساسي هو إدلب، ولكن روسيا هي الضامنة لهذه المواضيع. عملية التبادل التجاري بين أوروبا وإيران يعني زادت بنسبة 3-4% فقط منذ الاتفاق بالعام 2015. في المرحلة الأولى رأينا أن هناك هجمة من الشركات الأوروبية على السوق الإيرانية، ولكن ضعف في السوق الإيرانية، عدم قدرة إيران الشرائية، نعرف أن إيران تحت العقوبات، ليس لديها الآن قدرات من أجل يعني الاستثمارات. اثنين، عملية التبادل التي طرحها الاتحاد الأوروبي من أجل يعني عدم استخدام العملة الأمريكية، عملية التبادل التروك بين الطرفين، يعني عملية معقدة وحتى الآن لا يمكن يعني إجراءات عملية من أجل تنفيذها. الملف الاقتصادي سنوي في المرحلة الحالية. نعم، إذا ننتظر لنرى ما تحمله الأيام القادمة. رئيس تحرير إذاعة مونتي كارلو الدولية أندريا مهاوج، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك مشاهدينا، كان هذا ختام فقرتنا السياسية لليوم. أما الآن فعودة لزميلة وعد لاستكمال بقية فقرات صباح النور، إليك وعد. شكرا سارة. تعتبر ملاحقة تفاصيل حياة الناس على اختلافها مهمة من مهام السينما التسجيلية التي تعيد بناء مشاهد متكررة من اليوميات المتنوعة، إلا أن المخرج السوري زياد كلثوم المقيم في ألمانيا كسر هذه القاعدة عبر فيلمه طعم الإسمنت، حيث لاحق لحظات العمال السوريين في أحد ناطحات السحاب بالعاصمة اللبنانية، فأعاد من خلال مشاهد الفيلم بناء العلاقة بين العمال وبيروت من جهة وبين العمال ووطنهم سوريا من جهة ثانية. كاميرا صباح النور، التقت المخرج السوري زياد كلثوم بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وكان هذا الحديث حول فيلم طعم الإسمنت الذي حاز على أكثر من 35 جائزة من مهرجانات عالمية مختلفة. نشاهد التقرير. كنت مفكر بالأول إنه حياتنا مقسومة لقسمين، 12 ساعة المدينة فوقنا و12 ساعة نحن فوقها. بعدني ناطر، طعم الإسمنت هو فيلم إنتاج سوري لبناني ألماني وبدعم من مؤسسة دوحة للأفلام ومهرجان دبي. بيحكي عن حياة العمال السوريين بلبنان وخاصة بمدينة بيروت. بشكل أو بآخر الفيلم بيحكي عن دورة الإسمنت بين سوريا ولبنان، بين بلد خلص حرب بعد انتهاك حرب أهلية 15 سنة من الدمار الكامل، للحرب السورية اللي بلشت بال 2012 عمليا، بلشت تدمر وتوصف المنازل من قبل النظام. فهدول الاشخاص هم قرروا انه ما يكونوا مقاتلين، هربوا من القصف، هربوا من التجنيد سواء من جهه النظام او من الاطراف الثانيه اللي كانت تدعي الشباب للتجنيد. وهدول الاشخاص كانوا مصممين على فعل العمار اللي هو عكس تماما فعل الهدم وفعل القتل. حتى أنت تأخذ إذن تصوير من صاحب ورشة بناء لبرج ارتفاعه 45 طابق، غير وقت أنت بتروح على ورشة صغيرة فيه 10 عمال عم يعمروا أو عم يصبوا سطح أو إلى آخره، لأنه ما حدا عنده مصلحة من أصحاب
العمارات الضخمة بلبنان أنه يعطيك إذن تصوير تفوت مع الكاميرا لحتى تبين وتصور شكل الحياة اليومية لهدول العمال وكيف عم يعانوا. باللحظة اللي لقيت حالي داخل الورشة ومعي إذن التصوير لحتى فوت على هاي الورشة اكتشفت أنه الحفرة اللي بينزل منها العمال وبيطلع منها بشكل يومي اللي هن مقيمين فيها وساكنين فيها كانت بالنسبة لي هو مثل الصندوق الأسود يلي بيحكي عن الحرب السورية وبيتفرج العامل السوري على كيف بيته عم يقع داخل هاي الحفرة السوداء. باللحظة الأولى كنت شوف لبنان هي المراية تبعتنا لسوريا بعدين أنه نحن هيك رح نصير بعد مرحلة إعالة الإعمار هيك رح يكون شكل سوريا. نحن كبشر عم نشوف كيف علاقتنا مع النظام اللي نحن عايشين سواء بأوروبا أو بالدول العربية العلاقة هي علاقة فيها شيء من العبودية ولكن تختلف بقى من ليفل إلى تاني. هذا النظام عم يستخدم هذا الإنسان بطريقة مزلة مو بس السوريين على فكرة يعني السوريين هلأ بجوز لأنه عم يلجأوا لبلدان وعم يبلشوا حياتهم من الصفر من البداية فعم يخضعوا لشروط صعبة وعم يتنازلوا عن كتير إشياء لحتى يقدروا يستمروا بالحياة. فيلم لحد هاي اللحظة صار أخذ 35 جائزة بمحافل دولية وبمهرجانات دولية. هذا الشيء بالنسبة لي بيعني لي أنه التشالنج اللي أنا كنت عم راهن عليه أنه أنا أخلق لغة جديدة بفيلم طعم الإسمنت أكسر الكلاسيكيات تبع الفيلم التسجيلي. هذا يعني بيزيدني إصرار للفيلم اللي بعده وبيعطيني حافز للفيلم اللي بعده. يعني هذا التيم اللي صار بطعم الإسمنت هي الشراكة بين مجموعة فنانين هو اللي عطى هذا الفيلم أهميته هو اللي وصلنا لهون هو اللي خلاه يحصد هاي الجوائز كليات على مدار سنتين. مشاهدينا إلى مطبخنا إلى مطبخ صباح النور ووصفات الشيف فؤاد وولاء أشهى. صباح النور مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم. هلأ بدنا نحضر سلطة كتير مميزة اللي هي سلطة شرائح اللحم المدخنة اللي هي ممكن منلاقيها بكل الأسواق اللي هي تسمى بالمرتديلا. بس كل ما هنالك بس ما نشتريها نحن لهيدي المرتديلا صار في منا موجود مدخن وفي منا العادي. نحن طريقة تدخينها أنا دخنتها قبل الحلقة طبعا يفضل تدخينها قبل بوقت قبل بليلة لحتى تكون تعشقت الطعمة فيها. كل ما هنالك بنحمل الفرن على حرارة 50 لمدة نص ساعة بينطفى الفرن منحط شرائح اللحم هيدولي على صينية تحتها في ورق من الزبدة ومنحط قطعة من الفحم اللي هو يستعمل للشوي والعة منحطها بقلبها ومنحط عليها المطيبات اللي نحن بدنا إياها. أنا من المطيبات اللي كانت حطيتها حطيت البهار الأسود والبهار الأبيض الحبوب المكسرة حطيتهم على هيدا الفحم الوالع حطيتهم حوالي 3 ساعات بقلب الفرن اللي كان محمى على حرارة 50. بمجرد ما دخلنا الاشي عليه بينطفى الفرن لحتى تبلش تدخن هيدي الفحم واخد هيدا الطعم. هيدول اللي عندي شرائح لحمي حضرتهم صاروا جاهزين عندي. بدنا نحضر الصلصة لقالهم اللي هي صلصة التونة اللي هي جدا سهلة كناية عن تونة معلب رح نحطهم بالمكنة هون مع مايونيز وهلا بس ضفت المايونيز عليهم بلش اطحنهم شوي مع بعضهم يعني ما بحط كل المكونات مع بعضها بفضل تدريجيا. طبعا مشاهدينا مثل ما شايفين المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه مقادير هالوصفه جدا سهله وجدا رائعه واكيد عم تاكلوها بالمطاعم بس مش عارفين شو هي مكوناتها الاساسيه لهيدي الوصفه. اول
اول شيء ضروري مشاهدينا اطحن اخلط يعني المايونيز مع التون لحتى تقريبا حس نعمت منيح مع حبوب التونه اللي صارت موجوده مع المايونيز. بس تصير بهذا الشكل نعمت، انا برجع بقى بضيف عليها باقي المكونات. عندي الملح، وعندي البهار الابيض، وعندي شوي من الخردل، تقريبا نص معلقة من الخردل رح ضيفه عليهم، وبرجع بسكر المكنة وبرجع بطحن عن جديد. بهيدي المرحلة هون أنا عم خلي برجع الخردل يشد لي هيدي المكونات، خلي المزيج يتماسك أكثر. هلا هون رح اضيف عليهم عصير الحامض، وزيت الزيتون، برجع بدي اطحن، برجع اخليهم يندمجوا كلهم مع بعضهم لحتى احصل بالفعل على هذه الصلصة. هنشوف هالصلصة كيف صارت. صارت عندي صلصة جاهزة متماسكة، سمكتها كتير حلوة هيدي السماكة. طبعا ما رح تنعم أكثر من هيك، خاصة لاستعمالنا للتونة المعلب. بالنهاية التونة المعلب هو كناية عن لحم مكبوس. رح نشيل الصلصة وفضيها بهذا الجار لحتى نشوف كيف طريقة تسكبة على هيدا السلطة. طبعا هيدا من الصلصات الجدا دسمة بس جدا طيبة، وطبعا استعمالاتها منا بكميات كبيرة، يعني هي مجرد إضافة بسيطة على السلطة لحتى نكون عم نعطيها النكهة المطلوبة. هلأ هون مثل ما شايفين صارت عنا جاهزة الصلصة. رح ناخد مكونات الباقيين. عندي الذرة الحب رح حطهم هون بهذا الجاط الكبير، ورح بحط عليهم رشة صغيرة من الملح وشوي من زيت الزيتون. عم ضيف لهم شوي من زيت الزيتون لحتى يصيروا عندي فيهم لمعة، واعطيهم مطيب تاني ومش اكثر من زيت وملح. يعني هون انا بفضل ما اضيف البهارات لحتى خلي طعمة البهارات الموجودة بقلب الصلصة الأساسية اللي تحضرت. عندي كمان الفاصوليا الحمراء، كمان فينا نجيبها معلبة، ممكن نجيبها نحن ونسلقها، كمان رشة صغيرة من الملح وكمية بسيطة من زيت الزيتون لحتى كمان نرجع ناخد لمعية لهيدي الخليط وتكون عم تعطينا شكل كتير حلو. مثل ما شايفين بهالمرحلة هون صارت جاهزة عندي خلطة الدرة وخلطة الفاصوليا. رح ناخد الجاط اللي بدنا نقدم فيه. مثل ما شايفين أنا مديت قطع الشرائح اللحمة المدخنة، بدي أخد كمية من الخس ضيفها بالوسط. قبل عفوا ما ضيف الخس رح أخد كمية من الصلصة ونضيفها على هالشرائح اللحمة بهيدا الشكل. كمية جدا بسيطة، منا كمية كتيرة مثل ما قالت، لأنه طعمة الصلصة جدا حادة وقوية، فنحن بتكون كميتها بهيدي البساطة. رح أخد شوي من الخس الملون، عفوا الفريزي إذا بدكم الأجنبي، رح ضيفهم بالوسط بهذا الشكل. ممكن استعمال الركة البرية كمان تعطينا نكهة كتير مميزة مع هيدي السلطة. هون رح اخد حبوب الفاصوليا اللي أنا تبلتها بالزيت والملح وبضيفها على الصلصة هون، والضروري خلي يطلع شوي من الزيوت لحتى تصير مبينة عندي على السلطة، يعني بصير الزيت حتى مبين على الصلصة اللي أنا ضفتها. مثل ما شايفين بهذا الشكل رح اخد شوي من البصل
الجوانح مقطعين منقوعين بالماء لحتى تروح حديتهم، وبضيفهم كمان بهذا الشكل على هيدي السلطة من برا. بعدين عندي البندورة المقطعين جدا لشرحات رقيقة اللي مفرغين القلب منها، وبضيفها على الوجه السلطة لحتى أحصل على شكل مميز. مثل ما شايفين هيدي السلطة جدا سهلة، ممكن ارجع إضافة كمية بسيطة من الصلصة على المكون الخس من فوق لحتى اخذ مطيب تاني، مع إضافة صغيرة لزيت الزيتون كمان على الخس لحتى ياخذوا لمعية بسيطة. هيك صار صحن السلطة عنا جاهز لليوم. هلا رح كمل الباقيين، هلا رح اجى لعندكم سارة ووعد، واكيد باخر الحلقة بدنا ندوق هالاطباق المميزة. اكيد تسلم يدك شيف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل نتابع بعده صباح النور، فابقوا معنا. صباح النور مشاهدينا، واهلا بكم الى القسم الاخير من صباح النور، والان الى اخر الاخبار والمستجدات على مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل احمد الهاشمي وهاشتاغ صباح النور. اهلا وسهلا. هاشتاغ صباح النور، داخلين كده بعنف على الناس. صباح النور يا جماعه، اهلا وسهلا. صباح النور ساره. صباح النور. ما صبحنا على بعض جيدا امبارح، فنصبح قدام الناس. اهلا وسهلا شيف فؤاد، يعطيك الف عافيه. انا سالتك تحت الهواء ايش كنت تسوي يعني، فحبيت اهلا وسهلا. بعد الحلقه ندردش. مشاهدينا اهلا وسهلا، خلينا بعد انكم نبدا بابرز الهاشتاجز اللي بارزت اخر 48 ساعه. بس احكي طبعا على اخر 24 ساعه، الا اذا كان مثل العاده اذا كان اكو شيء مميز باخر 48 ساعه ممكن يكمل معنا اذا ظل ترند، لان دائما يوصلنا هالسؤال انه شنو يعني على اي اساس نحن ناخذ الهاشتاجز. فناخذ الهاشتاجز فقط لفكرتين، الفكره الاولى الترند، الفكره الثانيه عرض الفكره حتى فعليا نشيل علامه الاستفهام عنها. تلفزيون البحرين واضح بالنسبه للبحرين، العراق لها علاقه بالتطورات السياسيه من وجود رئيس جمهوريه جديد ورئيس للحكومه او رئيس مجلس وزراء جديد. جمال خاشقجي الحاله اللي صار لها اكثر من يومين على مواقع التواصل، انستغرام داون. الانستغرام داون طبعا كان يوم امس الهاشتاج تحديدا، وصباح يوم امس ولمده 40 دقيقه. الفكره بانه الهاشتاج وصل للهاشتاج طبعا كان بغير دول بس كلمه انستغرام، بس الهاشتاج اخذ ترند على كلمه انستغرام داون بالدول العربيه فقط في لبنان. وحتى انه احد الاصدقاء يقول لي انه كان يعني خط السير شويه اسرع لما كان هاشتاج الانستغرام داون، يعني ما كان اكو زحام. فهذه معلومه شويه بين المزعجه بين المضحكه. تركي رمز بالنسبه لتركي آل الشيخ واضح بانه يعني الاهلاويين بمصر والمهتمين بالكره المصريه كان اكو عندهم راي الى حد ما شويه مخالف لتركي آل الشيخ بهذا التفصيل، فكان هاشتاج تركي رمز. وهذا الهاشتاج طبعا انا ردت يكون معنا توني اليوم، لان هذا الهاشتاج خاص بتوني، لان توني صار لفتره مهتم بدول شرق اسيا. فالهاشتاج هو هاشتاج ياباني، الفكره منه انه انذار مبكر لاحد الزلازل ان شاء الله يعافيهم يا رب. العريش بالنسبه للاحداث اللي كانت بالعريش، والزرقاء راح نتكلم عن تفاصيلها بالنسبه لهذا الهاشتاج. البدايه لو سمحتوا الياباني تفضلي. ما قريته. شنو هو الهاشتاج الياباني؟ هاشتاج الياباني لازم احراج على الهواء يعني، هذا منظر واحد راح يقرا ياباني على الهواء يعني. عيب ساره. طب حاول التلفزيون العربي ممكن نترجم يعني احنا ترجمنا ماشي ساره. زي ما شاهدين خلينا بعد اذنكم نبدا ونشوف اول فكره معانا، اول تغريده. واضح بانه التلفزيون يعني تلفزيون البحرين كان از هاشتاج الفكره منه شويه لها علاقه بالدور الرقابي، اكو انزعاج واضح لعدم وجود دور رقابي. خلينا نقرا التغريدات. تلفزيون البحرين عليه ان يقدم برامج يتكلم فيها المواطن بصراحه حول ما يراه من اخفاقات المجلس الحالي وما تمخض عنه عزوف الكثير منهم عن التصويت لكي نرتقي بفكر المترشحين للمجلس القادم. تغريده ثانيه. صكوها ما منها فائده وزيدوا الرواتب احسن لكم. طبعا هذه واحده من التعبيرات. نكمل. ننتقل بعد هذا الى مصر. الفكره بمصر كانت كالتالي، دائما لما يصير اكو يعني القاء قبض او يعني قتل او شيء لمجموعه بحسب الاعلام المصري الموالي طبعا للنظام لارهابيين، نشوف بانه هذه الفكره الظاهره للناس على الاعلام الرسمي وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصه بهذا الاعلام، ولكن دائما اكو فكره مضاده لهذه الفكره. نشوف التغريده اللي من بعد هذه.
بدم بارد داخلية الانقلاب تعلن تصفية 15 شاب خلال مداهمة أمنية لإحدى المزارع في العريش بشمال سيناء بدعوى استعدادهم للقيام بأعمال عدائية تزامنا مع ذكرى 6 أكتوبر. التغريدة من بعد هذه طبعا التغريدات اللي دائما تشكك في فكرة وجود أو عدم وجود إرهابيين على أساس أنهم فعليا شباب مختطفين من بيوتهم وآخر شيء يعني يلقون ويعني يطلق عليهم النار وتوضع جنبهم الأسلحة يعني ويصوروا للناس على أساس أنهم إرهابيين. فدائما هذه الفكرة عليها علامة استفهام، بس أتوقع أن هي مجابة على تويتر أو على غير تويتر. هو كل يوم مقتل 15 إرهابي في العريش، بقالنا 5 سنين في الموضوع ده، لو سكان العريش 5 مليون كانوا خلصوا. اديني عقلك. زين نكمل. يعني هو في هاشتاج اتعمل الفجر ده، انت حالتك بقت صعبة قوي تركي الرمز. ما زلنا في مصر. الفكرة هي كالتالي، واضح بأنه أي شيء له علاقة بتركي آل الشيخ ويعني الحنق المصري عليه من بعد الإهانات بحسب يعني المغردين المصريين اللي أهان فيها الشعب المصري بأسلوب معين أو حتى التعالي والتفاخر عليهم، واضح بأنه الأزمة تحولت إلى فكرة طال عمره. فكلمة طال عمره هي فعليا اللي بدأت الآن تنتشر على السيارات، وحتى رح نشوف صور لها علاقة بهذا التفصيل. نشوف التغريدة من بعد هذه. طال عمره بقت أسلوب حياة مكتوب على الفيسبا. طبعا اعذرونا احنا غطينا الكلمات شوية المزعجة أو اللي بيها شتم مباشر. طال عمره طال عمره تركي الشيخ أو آل الشيخ، بس في تركي الشيخ هي أكثر شيء اشتهرت بهذه الفكرة، فأصبحت كلمة تدار. إضافة إلى هذه الصورة، طبعا الصور اللي من بعدها اللي مهتم ممكن يعني يفوت يشوف على التويتر، بس غالبية هذه الصور فيها إهانة متقصدة بكلمات وبحركات وباستخدام بعض التعبيرات شوية غير اللائقة. زين نكمل. ننتقل إلى الأردن طبعا، والأمن الأردني يقوم بحملات من وقت إلى آخر. أتوقع هذه الحملات كذلك مو بس بالأردن، بأكثر من دولة عربية، ولكنها لا تظهر مثل ما ظهرت كهاشتاج. فالفكرة كانت الهاشتاج كان الزرقاء مثل ما تكلمنا عنه. الفكرة هو يعني الأمن يضبط 24 متسكعا أمام مدارس الإناث بالزرقاء، وهذه الحملة أتوقع هي الثانية أو الثالثة بالزرقاء تحديدا، ولكن نرجع ونأكد أن ما كان أكو أي هاشتاج سبق لهذه الفكرة، وما كان أكو أي هاشتاج كامل، بس كان أكو هاشتاج اسمه مدارس الإناث فقط، وما كان ترند، كان الزرقاء هي أكثر ترند من هاشتاج مدارس الإناث. زين نكمل من بعد هذه، ننتقل. زين الصورة طبعا اللي أمامنا هي لرئيس رئيس الجمهورية العراقي الجديد ورئيس وزراء طبعا العراقي الجديد، ولكن انتشر يوم أمس على مواقع التواصل صورة لهما هما الاثنان، بس مو شوية بالوضع الرئاسي وكذا. شوف الصورة سوا، هي اللي من بعد هذه بالنهر قاعدين يعني قبل البداية. فأتوقع أنه راح يكون أكو تعليقات كثيرة، وهذه الصورة راح تحمل دلالات عديدة بالتفاصيل القادمة. وكذلك كان أكو صور لهما مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، فكان أكو شوية تفاعلات حول هذا الموضوع مع الناس إن شلون إجوا وإلى آخره، إضافة إلى علامات استفهام عديدة. نكمل. إنستغرام طبعا مثل ما تكلمنا يوم أمس مدة 40 دقيقة هي رسمية، أكو عد ناس طولت أحيانا أكثر من 40 دقيقة، ناس قلت عليهم شوية، فما كان أكو تفصيل واضح لهذه الفكرة. نشوف من بعد هذه آخر فكرة معنا قبل ما نروح للفيديو. اعتداء على مرشد الإخوان الأستاذ محمد بديع داخل محبسه لعدم قبوله مبادرة الأمن. هذا الموضوع أمس بالنسبة للناس المهتمين بالشأن السياسي المصري خصوصا بعد الانقلاب اللي حاصل في مصر ركزوا كثير على هذا التفصيل، بحجة أنه ما أكو أي علامة تدل على أنه هناك تواصل إيجابي أو واضح مثل جميع العلامات. طبعا كلامي هو الشيء اللي كان موجود على تويتر، الناس شوية امتعضوا من هالموضوع، وناس قالوا لا بالنهاية يعني هذا الأمر حاصل وواقع على جماعة الإخوان بالسجون، فهذا الأمر جدا متوقع أن يحصل، فما كان أكو تفاعل جدا كبير مع هذه الفكرة. من بعد هذا خلينا نشوف، أكو عندنا فيديو على أنا العربي، رح ننتقل نشوف الفيديو مشاهدينا، ولكن سريعا فكرة سريعة. رغم أسلوب اللبق جدا والمهذب في انتقاد السياسات بلده، جمال خاشقجي دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها. الفيديو رح يوضح الفكرة بصورة عامة. شوف أنا العربي.
حاليا لا توجد. تواصلكم الكريم والشريف دائما معنا مشاهدينا، يعني يطور هذه الفقره ويطور فعليا كل برامج القناه. دائما تواصلكم معنا عبر حساباتنا الظاهره على اسفل الشاشه، انستغرام فيسبوك وتويتر. ويا اهلا وسهلا استاذ طوني، اليوم في خلالك اكو هاشتاج ياباني، نورتنا. حسيت عندك كثير سياسه. ايه؟ تركت لك الست الملمه بالسياسه، سياستك لساره واقتصاد انت يعني مثلا ورياضه امين وخلصت. شكرا لك احمد، وانت جامع الكل، كل المجالات. شكرا لك احمد الهاشمي. والان مشاهدينا الى محطتنا الاخيره، حيث سنسلط الضوء على ظاهره يجهل معظم الناس اهميتها وخطورتها. مشاهدينا، الاكتئاب ليس مجرد حاله نفسيه مؤقته وعابره، بل هو مرض خطير صنف كثاني اكبر الامراض خطوره في العالم، وقد يدفع المصابين به الى الانتحار. جمعية تخطي نحو صحة نفسية فضلة أخذت هذه المبادرة على عاتقها وقامت بنشاط رياضي ترفيهي تحت عنوان لنركض معا ضد الاكتئاب والانتحار. لمعرفة كافة المعلومات عن هذا النشاط وعن هذه الجمعية، نستقبل معنا في الاستوديو في استوديو صباح النور سيسيليا دومد، المعالجة النفسية ومؤسسة ورئيسة جمعية تخطى نحو صحة نفسية فضلة في فقرة مع الناس. صباح الخير. صباح النور سيسيليا. صباح الخير. طيب بداية أخبريني عن التسمية، من وين جت؟ التسمية اجت من انه كل انسان عنده مشكلة نفسية عم نقول له بدك تتخطى، مثلا بنقول له لازم تتخطى الخوف، لازم تتخطى القلق، لازم تتخطى هالفوبيا اللي عندك اياها، لازم تتخطى الاكتئاب والحزن، فلقينا هالكلمة هي بترتبط بكل مشكلة نفسية عم بيعانوا منها الناس. اقترحنا يكون هيدا اسم الجمعية. واقترحت نركض لمحاربة الاكتئاب والانتحار، ليش هالمشروع بالذات؟ هيدا المشروع لأنه عنا بلبنان نسبة انتحار كتير كبيرة، عنا كل يومين ونص بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية حالة انتحار بلبنان، أكتريتهم ما بين 15 و29 سنة. هول غير عن النسبة يلي مش عم بيخبروا، هالنسبة الناس يلي عم بيخبوا عم بيعتبروا انه عيب او بيخافوا يقولوا انه هذا الشخص انتحر، بالاضافة للاشخاص يلي هن عندهم محاولات انتحار بس مش عم بيموتوا من اول مرة، ما بدي اقول تنجح المحاولة لان الانتحار والموت مش نجاح، فاول مرة مش عم بيموتوا فاكيد هول رح يجربوا، هم شريع منتحرين من بعدها أكيد إذا مش عم بيتعالجوا رح يموتوا. مين اللي حيكونوا مشاركين معكم في هذه الفعالية؟ رح يكون مشارك معنا ناس من كل الأعمار، من كل المجتمعات. رح يكون عندنا ناس من الجامعات، طلاب وإداريين وأساتذة، رح يكون عندنا كمان من المدارس إدارة وطلاب، رح يكون عندنا من الجمعيات اللبنانية وغير اللبنانية، رح يكون عندنا سياسيين ووجهاء اجتماعيين وعيال وناس، ناس عانوا من الاكتئاب، ناس عندهم حدا فقدوه، ناس عم ببلشوا يشوفوا أعراض وحبين يعرفوا أكثر، وهذا هدفنا نحن نجمع كل هون الناس لنقدر يكون عندنا أكبر عدد ممكن من الناس حاضرين يقدروا يواجهوا ويقولوا بالعلن إنه نحن بنقبل نحكي بالاكتئاب، بنقبل نحكي ونعترف إنه إيه في أمراض ومشاكل نفسية واضطرابات نفسية لازم نعالجها، وهون بكون حققنا شيء كتير كبير. الحدث رح يصير يوم الأحد ب 7 أكتوبر بجونية، صحيح، مدينة جونية المعروفة بكسروان لبنان، أي ساعة الانطلاق؟ هو حيكون الأجواء المتوقعتية هو رح يكون بمجمع فؤاد شهاب الرياضي بجونه برعاية بلدية جونه وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. الأعداد والتجاوب إن شاء الله رح يكون كتير منيح، كمان في انترتينمنت، الناس يلي بيجوا رح يتضيفوا رح يتسلوا رح يحسوا بأجواء ترفيهية، يعني ما يخافوا. في ناس بيقولوا يي بتكون زعلونا، لا مش حنزعلهم أبدا، بالعكس رح يكونوا مبسوطين وعم بيتسلوا، رح يشوفوا صبايا كمان عم يعملوا نشاطات رياضية على الستيج، بالإضافة لأنه المشاركين العدائين رح يربحوا، في عنا عدد فئات يلي هي بتمشي بالشروط العالمية للرياضة، وعنا ناس يلي هي رح تمشي بس لتدعم هيدا الهدف. حلو، ماشي وركض يعني. ماشي وركض. بتتوقعي الأجواء زي ما قال لك توني، لأنه في ذكرت فئة مهمة جدا هي فئة اللي فقدوا أحبائهم بحوادث انتحار، في فئة اللي بيفكروا في الانتحار ربما هم ما حيفصحوا
ان هم بيفكروا، ولكن وجدوا فعاليه بتخاطب شيء ربما هو بجول في خاطرهم. كيف استعدادكم اليوم؟ نحن هدفنا هن أكتر، هدفنا الكل، بس هو الأشخاص تحديدا لما يقدروا يتخطوا هن هالمواجهة هالبلوكاج يلي عم بيعملوا تجاه العلاج وتجاه الاعتراف بهالأعراض يلي عم بيعانوا منها، هذا بيكون إنجاز كتير كبير. إنه ينوجدوا هونيك يعني هن موافقين إنه يروحوا لخطوة جديدة لأنه يطلبوا العلاج. نحن كل هدفنا إنه نشجع الناس يلي عندهم اضطرابات نفسية خاصة الاكتئاب لأنه هو أكبر سبب للانتحار، انه يطلبوا العلاج. اللي عم ينتحر هو شخص مش عم بيطلب العلاج، مش عم بيتجرأ او عم بيستحي من هالتابو بمجتمعاتنا العربيه يلي عيب وقوع ومش مجنون. فهيدا نحن هدفنا الاساسي، لا ما بقى نخسر ناس. يعني اخترت الركض، كنت عم بعمل هيك بحث ليش الركض رائج هالايام لاطلاق حملات توعيه من خلاله. ليه الركض؟ اول شيء الركض هو نشاط رياضي، وعطول الرياضة بتعلي هرمون السعادة. صحيح. فكل ما يكون عندنا مشكلة نفسية أو معاناة من أي نوع كانت، الرياضة بتساعد لأنه الإنسان يقدر يتخطى هالأزمة يلي بيكون عم بيقطع فيها، مثل أي أشياء تانية مثل الموسيقى مثلا. يعني حيالله حدا بيسمع موسيقى يعني إلا ما يحس حاله شوي مزاجه عم بيتحسن، بالإضافة لأنه الناس بتحب تشارك بأشياء ترفيهية لأنه هن اساسا موجوعين. يعني يلي موجوع ما فينا ناخده على جو حزن تنطلعه من وجعه، بدنا ناخده نفرجيه انه في شيء ايجابي، في شيء حلو ممكن انت تحسه جواتك، لو كنت زعلان، لو كنت حزين، لو كنت كئيب، بس في اشياء ممكن تساعدك. وهيك بنشجعهم ليعملوا رياضه بالحياه تيغيروا هالمزاج يلي بيكون بالهواء الطلق. الهواء الطلق بلبنان. صحيح. كنت سالتني بالانطلاق رح يكون التجمع، احسن يكون التجمع الساعه 8، والانطلاق اول انطلاق للعدائين يلي بدهم يركضوا 5 كيلومتر رح يكون الساعه 8:30، بينطلقوا من مجمع فؤاد شهاب على شوارع جونه وبيوصلوا للاتسال، بيرجعوا بيطلعوا بطلعه الكاسليك، وكمان بيرجعوا بشوارع جونه لا يوصلوا على مجمع فؤاد شهاب. نعم. وعندنا فئة تانية يلي هن رح يركضوا 2 كيلومتر كرمال الناس يلي ما بيقدروا كتير يركضوا بس عبالهم، كمان بيركضوا بانطلاقا ذات المسار من فؤاد شهاب ليوصلوا على ساحة جونة وبيبرموا وبيرجعوا. وعندنا الفان ريس يلي هو عم نجمع فيه العيال والناس يلي عندهم مشاكل جسدية يلي ما بيقدروا يركضوا بس بدهم يقولوا انه ايه نحنا مع هالتغيير بمجتمعنا. هن رح يمشوا مسافة 2 كيلومتر من فؤاد شهاب كمان تيبرموا بساحة جونة ويرجعوا على فؤاد شهاب. حلو، جميل جدا. طب أخبرينا يعني ما هي مشاريع الجمعية المستقبلية؟ نحن مستقبليا عندنا المشروع القريب جدا يلي هو حاطينه تحت اسم نحن عم نسمعك، ليقدر يكون عندنا هوت لاين، يقدر يكون عندنا طريقة تخلي الناس يقدروا يقولوا لنا من خلال الاتصال لما يحسوا حالهم متضايقين أو هن بحالة مزعوجين يقدروا يتعاطوا بهذا الموضوع ويحكوا عنه على التليفون. هول الناس يمكن يكون عندهم إعاقات جسدية ما بيقدروا يوصلوا، يمكن يكونوا ماديا عندهم إعاقة ما فيهم يوصلوا لعنا، ويمكن يكونوا عندهم هيدا الخوف يلي بعد ما قدروا يكسروا. وعم نلاحظ هيدا الشيء مع الناس المعروفين والمشاهير إنه بتلفنوا إنه منقدر نعمل هالتيرابي على التليفون بس ما نجي لأنه نحن معروفين ومنستحي نجي. فنحن رح نبلش مع هالعالم على التليفون لا نرجع نحكي نحن وياهم ونقلهم أنه المرض النفسي والاضطرابات النفسية هي مش عيب ولا هي نقطة ضعف، نحن بحاجة لأنه نعالجها. طب لو بتسمحي لي أسألك سؤال، يعني دائما سمعت كثير في الفترة الأخيرة بالذات أنه نسب الانتحار في الوطن العربي عامة في لبنان خاصة تزايد مضطرد. الإنسان اللي بيوصل لمرحلة أنه يفكر في الانتحار هو مش إنسان بس مكتئب، هو فاقد أيضا للأمل. لبنان بلد جميل، الجو فيه جميل، الناس فيه حلوة، بتحب الحياة. ما الذي يدفع بهم إلى التفكير في الانتحار؟ يعني بتفتكري ما هي أكبر الأشياء اللي بتدفع لنمو هذه الأعداد المتزايدة اللي بنسمع عنها كل يوم؟ هو الانتحار هي بتنتج أكثر شيء عن حالة اكتئاب
أو عدم القدرة على إيجاد الحل لا مشكلة الإنسان عم بيعاني منها بحياته اليومية. ممكن هالمشكلة اللي عم تدفع حدا للانتحار تكون بالنسبة لأي شخص تاني هي مشكلة عابرة وما بتأثر على حياته بيقدر يعيش. المشكلة أساسا بتبلش من عدم وجود المرونة إنه ما يكون عنا هالقدرة نحنا عنعمل مانجمنت، لا نعمل حسن إدارة للضغوطات الحياتية وللمشاكل اللي نحنا عم نتعرض لها. كل ما ارتفعت مستوى، كل ما ارتفع مستوى الانفعال عند الإنسان كل ما خف عنده مستوى المنطق. فكل ما نحن زعلنا وعصبنا وخفنا وانفعلنا كل ما المنطق عنا وقدرتنا على إيجاد الحلول ما بتصير موجودة، بتصير تختفي شوي شوي لنوصل لمرحلة إنه لما ما نعالج هالنقص عنا بالصلابة وبالقدرة الضغوطات الحياتية ما راح تخلص. كأنه وصمات العار يلي أنتوا عم بتحاولوا تكافحوها من خلال كافة مشاريعكم كمان إلى تأثيرها على نفسيات الناس حوالينا. أنتوا كمان كنتوا عالجتوا موضوع تفكك الأسري بمشروع سابق، خبرينا عنه أكثر. صحيح، منيح سؤالك لأن هذا المشروع الثاني اللي نحن عم نحضر له على موسع. نحن قبل عملنا حملة اسمها تبرع بكتاب وكان ريعة بيعود للتوعية حول التفكك الأسري. لما نقول تفكك أسري نحن ما بنقول بس طلاق، يعني الطلاق لما يكون سليم وما في مجال انه لازم الاثنين يروحوا عليه، بس لازم الاجواء تكون مهيئه وتكون جاهزه وما يدمروا بعضهم وما يدمروا البيئه المحيطه. نحن لما نقول اسره بنقول زوج وزوجه، بس كمان بنقول اطفال، بنقول اهل الزوج واهل الزوجه، ضيعته وضيعتها، بنقول مجتمعاتهم، مجتمعات عملهم، مجتمعات مدارس ولادهم. فشوفوا هالعائله الصغيره قد ايه هي ممتده وقد ايه فيها تاثر سلبا على المجتمع. اللي نحن اشتغلنا عليه انه طلبنا من العالم يتبرعوا بكتاب، والناس اول شيء حركنا هالكتب يلي مثل ما بيقولوا عليها غبره بالبيوت. في ناس عندها كتب كتير كانت تركتها بالبيت، لا لها قلب تكبها ولا بتطلع عنها. لما عملنا هاي الحمله تفاجئنا بنسبه كتب كتير حلوة، في كتب كتير قديمة وكمان متنوعة، غير ما تروح على مكتبة عم تشتري كتب عم تشوف كتب فيها ناس كأنه هالأشخاص هني موجودين بقلب الكتاب. فأخذنا كتبهم وعملنا معارض وبعنا هالكتب يلي تبرعوا لنا فيهم، وكان تنوع كتير حلو نحن بنشكرهم هلأ. ومن هالفوند ريزينج يلي اجا من بيع الكتب عملنا حملات توعية عن تفكك الأسري. ونحن طبعا يعني جمعيتنا بتشتغل على الصحة النفسية، فأخذنا الناحية النفسية اللي هي الأهم، الناحية النفسية على مسببات هالتفكك، شو يلي عم يخلي هالتفكك يصير على مستوى كل أفراد الأسرة، والنتائج كمان الانعكاسات النفسية على التفكك يلي عم بتصير، وهني كلهم بيتلاقوا مع بعض. طيب مشروع الركض بعد ما صار، مشروع الكتب لقيتوا نتائج؟ لقيتوا ثمار بعده؟ لقينا لا بأس، بكفي أنه قدرنا نحرك هالكتب الجامدة بالبيوت، قدرنا نخلي الناس تتفاعل مع فكرة هالتفكك الأسري يلي عم نعاني منه بمجتمعاتنا، وقدرنا نخلي ناس نسيت تحمل الكتاب انه تجي لعنا وتشتري هذا الكتاب، لانه الكتاب رخيص نحن اخدينه ديجا، اخدينه كادو، هالكتاب عم نبيعه بسعر رخيص. فعملنا تغيير قد ما بنقدر من خلال هالحمل. حركتوا الدورة الثقافية. منظمات وجمعيات الخدمة المدنية أصبحنا بنعتمد عليها كثير في كثير من دولنا العربية وبتقدم خدمات رائعة. تفتكري ما الذي ينقصها؟ يعني إيه اللي بتحتاجه عشان ما تقدر تشتغل أكثر؟ هلأ نحن قلنا عن أول مشروع، المشروع الثاني يلي سألني عنه هو بدنا نقيم مركز هو موجود بين مشاريعنا وكمان هلأ صار بين إيدان الناس. بدنا نعمل مركز لا حماية المجتمع من التفكك الأسري. وبرجع بقول مش يعني نحميهم من الطلاق، يعني نحن منسعى إذا في حالة زواج مش ضابط منسعى إنه نعمل هالتيرابي وهالعلاج، بس في حال ما بيزبط نحن مش هدفنا إنه نجبر الناس يبقوا مع بعضهم إذا هني مش متفقين. نحن هدفنا نخفف هالانعكاسات على كل أفراد العائلة. فهون نحن بحاجة لنعمل هيدا المركز، ومثله مثل كل المشاريع يلي بيعملوها الجمعيات أكيد بحاجة لممولين، لأنه مثلا مثل جمعيتنا نحن جمعيتنا مش قديمة، نحن عمرنا سنة وكم شهر بس عم نشتغل كتير على الأرض وعم نتعب، ونحن عم نمول مشاريعنا نحن من حالنا مثل ما شفتوا الأوتو فاند ريزينج يلي عملناه من
دونيت بوك من تبرع بكتاب. فيلي نحن مرونة، هاي المرونة اللي أشرت لها بحديثي كأنتكن إياها. الحمد لله لنقدر نوصل لهالتغيير يلي نحن فعلا بدنا إياه بالمجتمع. ولأنكم تخدم المجتمع مفروض فعلا أنه تلاقوا دعم من المجتمعات اللي بتخدموها. المعالجة النفسية ومؤسسة ورئيسة جمعية تخطى نحو صحة نفسية فضلة سيسيليا ضمت، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا من هنا تكون نهاية صباح النور لحلقة اليوم، نتمنى أن تكونوا استمتعتم بها، ونتمنى لكم أيضا بقية نهار ممتع برفقة برامج التلفزيون العربي. وإلى وعد. شكرا طبعا لشفقات على هذه الأطباق. ملتقنا يتجدد غدا في الموعد نفسه 9 بتوقيت القدس. إلى اللقاء.